صباح اليوم 30 تشرين الأول 2020، برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. بحلقة اليوم من صباح اليوم رح تكون معنا الفقرات التالية: برج اليوم مع جمانة وهبي، على الشاشة مع داري السابة تنحكي عن الأفلام اللبنانية على نتفليكس، مش غلط مع ساندرا فواز والمعلومات المغلوطة عن الترتيب والنظافة الزايدة، إلها حل مع المحللة النفسية بعلم النفس العيادة دكتور ريما بجاني، وبنحكي معها عن الحياة الصحية للمراهق خلال كورونا. من هون وهنيك مع دانا مزهر، هنا مع المخرجة ليان بستاني بنحكي معها عن تجربتها مع مرض السرطان. اسمع مني مع جوي زهار والموسيقى. فنجان القهوة مع ضيفة سبيسيال، بس هالمرة نحن رحنا لعندها تنعرف أكثر مع آيليد. معنا ضيوفنا مصطفى زين وسابين الحايك، وأخيرا آخر أخبار وتحليلات الصحف مع الزميل شادي خليفة، والحدث مع الزميلة نانسي السبع. خلقنا الله كما نحن وحيث نحن. ما حدا سألنا عن أسمينا، ما حدا سألنا من أي دين بدنا نكون، ما حدا خيرنا إذا بدنا نكون امرأة أو رجل. هيك وجدنا ومسلمين بحكمة ربنا. كرمال هيك ما بحقلك تسألني عن ديني، ولا بحقلك تحسبني على معتقداتي، ولا بحقلك تأذيني أو تحجز لي حريتي لأني من ديانة معينة أو من جنسية معينة. إذن كلنا أبناء الله، خلي كل واحد يفكر مثل ما بده، وكل واحد يآمن باللي هو بده إياه بلا ما يفرض إيمانه وطريقة تفكيره علي، لأنه أصلاً لا هو ولا أنا اخترنا شو بدنا نكون بس خلقنا. مش ناقصنا حقد بعد يدمرنا، بكفي الوباء والوضع الاقتصادي يلي أصلاً مدمريننا. كمان بدنا نخلق إرهاب؟ إرهاب على مين؟ إرهاب على شو؟ وإرهاب كرمال مين؟ مين المستفيد ولأي غاية؟ بدعي اليوم كل الناس، كل الطوائف وكل الشعوب إلى وقف الضمير جريئة لنتحرر من هالعبودية المتوارثة من سنين واللي نحن أصلاً ما قلنا فيها شيء. بكف دم، بكف عنف، نحن اليوم بحاجة لشعاع أمل، لنسمة هوى تعطينا القوة حتى نقدر نستمر. برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، ان كان بلبنان، كان باوروبا، ان كان بامريكا، بكل انحاء العالم. بعرف انه كتار منا يمكن تعب، كتار منا معصب، كتار منا عباله انه يغير شيء بحياته، خاصه انه رح يصير لنا تقريبا سنه عايشين تحت ضغط فيروس اسمه كورونا كوفيد 19، وبالتالي في كتير ناس عم بتقول انه خلص دخيلكم خلصونا، بدنا نعيش حياتنا مثل ما بدنا. اكيد ان شاء الله كلكم بتكونوا عم بتعيشوا حياتكم مثل ما بدكم، ولكن مع شويه وقايه، خاصه انه ابتداء من اليوم فرنسا رجعت اعلنت لوك داون بالكامل، وما بعرف اذا ايطاليا رح ترجع تعمل مثلها، واسبين وعدد كبير من الدول الاوروبيه. نحن ايضا بلبنان عم بتكون الارقام كتير عاليه، بتمنى تكونوا منتبهين على حالكم قد ما فيكم، وأهم شيء تتبعوا إجراءات السلامة والوقاية. نحن رح نكون معكم لمدة ساعتين من الوقت من هلأ لغاية الساعة 10:30 مع مواضيع، مع فقرات ومع ضيوف منوعين، والبداية مثل العادة مع برج اليوم وجمانة وهبي. صباح الخير، واليوم 30 أكتوبر 2020، وبداية بتوقعاتنا لهذا النهار مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، قد يتدخل أحد الزملاء لحل الخلافات أو خلافات مع الشركاء أو الزملاء على الصعيد المهني، وكمان عم نشوف هناك من سيحاول استغلال هذه الظروف. وأما عاطفيا، ابتعد عن التمسك بقراراتك واستقلاليتك بعلاقتك مع الشريك ولو كنت على حق، بالإضافة لعتبة بيت جديدة بانتظارك.
مولود برج الثور يلي عم نشوف تطورات مهمه بانتظاره على الصعيد المهني، والنتائج تبدو مرضيه حاليا، وكمان عم نشوف كانه لربما تصادفك مشكله صغيره ما كانت بالحسبان. واما عاطفيا تبدو خلافاتك مع الشريك سطحيه جدا، والظروف رح تتحسن لصالحك قريبا. مولود برج الجوزاء كمان عم نشوف الفلك عم يتحدث عن سعي جدي لكسب قضية مهمة بالنسبة لك مرتبطة بشؤون مهنية ومالية. وأما عاطفيا عم بيصعب عليك إقامة علاقة مستقرة حاليا، ولربما تضطر للدخول بالمساومة مع الشريك. مولود برج السرطان عم نشوف تغيير واضح بالشروط والقوانين بمحيطك المهني، ويبدو أنك واثق من إمكانياتك وقدراتك بالعمل. وأما عاطفيا قد تضطر لتأجيل بعض المواضيع المهمة والارتباطات المتفق عليها مع الشريك للسنة المقبلة. مولود برج الأسد يلي كمان عم نشوفه كأنه عم يشعر بالأحباط أحيانا بمحيطه المهني، فأنت كأنك عم بتعيش أجواء متقلبة عم تحمل معها تبدلات فجائية، بالإضافة لقلق بيتعلق بشؤونك المالية. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن مواقف تصادمية مع الشريك بسبب أحد الدخلاء، وللعازبين عاطفيا بنقول لهم توقعوا حب جديد قريبا. مولود برج العذراء كأنك عم تسعى لمتابعة بعض المشاكل السابقة بالعمل، وسعيك لإيجاد الحلول الصحيحة ممكن تحتاج وقت أطول، ولربما تكون عم بتفكر بالانسحاب لموقع جديد. وأما عاطفيا تبدو مواقفك جريئة مع الشريك. مولود برج الميزان يلي عم نشوفه غير قادر على التوفيق بين العمل داخل البيت وخارج البيت، ولكنك عم تشعر بالإرهاق والتعب، وتبدو منطقي جدا بمعالجة مشاكلك الطارئة على الصعيد المهني. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن خيبة ممكن تتعرض لها بعلاقتك مع الشريك. مولود برج العقرب يلي كمان ممكن يقرر أسلوب المناورة بالعمل، ولربما يتخطى حدوده مع أحد الزملاء على الصعيد المهني. وأما عاطفيا كأنك عم تفتعل أحداث معينة فتح باب النقاش مع الشريك بدون معالجة المشكلة الأساسية بعلاقتك معه. مولود برج القوس يلي كمان ممكن يكتفي بإنجاز بعض القضايا والمسؤوليات المهمة بالعمل، ويبدو أنه متحمس للانتقال نحو موقع مهني جديد. وأما عاطفيا ممكن تستغني عن قرار كنت على وشك اتخاذه مرتبط بمصير علاقتك مع الشريك. وللعازبين عاطفيا بنقول لهم طموحكم بإقامة علاقة ثابتة ممكن ما يحتاج وقت بعد. مولود برج الجدي الفلك عم يتحدث عن مراوحة مكانك بالعمل، وتبدو متخوف من الأشهر المقبلة على الصعيد المهني. وأما عاطفيا تبدو رغبتك بمساعدة الشريك واضحة عليك، بالإضافة لمصالحات عائلية منتظرة وحلول مرتبطة ببعض المستحقات المالية. مولود برج الدلو يلي كمان عم نشوفه متفرغ أكثر للتخلص من المشاكل السابقة يلي كانت محاصرته على الصعيد المهني، والفلك عم يتحدث عن فلسفة جديدة بحياته العملية. وأما عاطفيا يبدو أنك جاهز لفرض قراراتك وأناعاتك بالحب، وكمان عم نشوف هناك من سيحاول إفساد علاقتك مع الشريك. آخر أبراج معنا مولود برج الحوت يلي كمان عم نشوفه لن يرضى بخسارة الشريك، والفلك عم يتحدث عن تسهيل مهاماته بعلاقته معه. وأما مهنيا فالوقت مناسب لمراجعة مسؤول أو جهة حكومية، ولربما تعاني من أجواء ضغطة بالعمل وشروط جديدة، بالإضافة لتسوية مالية بانتظارك. هذه كانت توقعاتنا لهذا النهار، لقونا بتوقعات جديدة بكرة وبنفس الوقت. تضلكم بألف خير وباي باي. نرجع مشاهدينا، شكرا لك جمانة على كل هالمعلومات اللي اعطيتينا اياها عن ابراج اليوم. بعرف انه في كثير ناس بينطروا الابراج وعلى اساسها بيتحركوا، ان شاء الله تكون قالت لكم كل شيء ايجابي يا رب. اما هلا فمننتقل لفقره جديده على الشاشه. عالشاشة معي دايما الصديقة المنتجة والكاتبة، وأنا وياها كتير منجرجر على فكرة تحت الهواء. وقبل ما نبلش أنا منوصل أنا وياها كتير بكير. دار السابا صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. دايما في عنا هيدي الصبحية نحن قبل ما نبلش على الهواء، هيك منبلشها بدون فنجان القهوة لأنه بنجي كتير بكير. نحن الصبحية بس بدون فنجان القهوة. أنت اليوم منيحة؟ Yes I'm good. حبيت كتير اللوك اليوم، كتير طالع. وأنا كمان حبيت اللوك تبعك، كتير حلو.
هلا بنصير نحلم هول عم يتغزلوا ببعض. طب انا واي نوت طالما اتس نوت فيك وطالع من القلب روق فينا. ثانك يو ميرسي ميرسي دوريس. اكيد من القلب دوريس. يوم كثير حب الموضوع انا لانه رح نحكي عن الافلام اللبنانيه على نتفليكس. يس انت لاست ويك قلت انه عبالك نحكي عن هذا التوبيك. صح. انا بحب احقق لك احلامي. ميرسي بليز. عندي لسته طويله عليها رح اعرف لك اياها. وبعرف قد ايه بتحب اللبناني السينما. وعن جد ماريات مبادره كثير حلوه عم تعملها نتفليكس لانه هلا ووضع كورونا والسينمات مسكرة وهيك انه كتير اشتقنا للأفلام اللبنانية. مع انه سمعت اشاعات انه نتفليكس ممكن انها تحجب هواها عن لبنان. ما بعرف اذا مزبوط هيدا الشيء او انه انحكى فيه ورجع التغى. خاصة انه في كتير ناس بتعرفي ما بقى عم تقدر تمشي الكارت بانكير تبعها. صحيح. لا تقدر تعمل اشتراك. هيدا برجع بقلك سمعت. ما بعرف الى اي مدى هيدا الشيء صحيح. بعد ما في شيء مؤكد لانه نتفليكس عادة بتطلع بريس ريليز وبتودع عن هول الامور. بعد في شيء بعد ما في شيء مؤكد. وبالعكس انا عم لاقي انه نتفليكس عم بتقوم بمبادرات لتشجع السينما اللبنانيه. وبدي اقول لك ما بس هلا عندها هيدا البلاتفورم يلي اسمه ميد ان لبنان او صنع في لبنان لتروج للافلام اللبنانيه، كمان عم تعطي فند من خلال مؤسسه افاك. تقريبا بيطلع الفند تقريبا ب 500,000 دولار. أوكي. للارتست والفيلم ميكرز يلي تضرروا ان كان من انفجار بيروت او من وضع الكورونا او من الوضع الاقتصادي. حلو. فبلاتفورم مثل نتفليكس عم بيساعد اللبنانية بهيدا الطريقة وسبيشالي الارتست. ما معقول يطلع بقرار هيك فظ ومعاكس. فخلينا نضلنا متأملين وإيجابيين إنه yes. رح نضلنا بلبنان نتابع نتفليكس خاصة الأفلام اللبنانية رح نحكي فيها. صحيح. تقريبا ماريات 34 فيلم وكل الأفلام هي أفلام طويلة متنوعة بين أفلام فيكشن وأفلام دوكيومنتريز. okay. وبدي أقول كمان إنه الحلو بهول الأفلام وبتنقاية هال 34 فيلم إنه بيغطوا أجيال كثيرة. okay. ستارتنج من مارون بغدادي اللي هو من أشهر الفيلم ميكرز اللبنانية. صحيح. فيليب علقتنجي، نادين لبكي، زياد دويري، ليستا كثير طويلة. ما بدي أنسى حدا، رنا عيد. يعني في أفلام كوميدي، في أفلام دراما، في أفلام بتحاكي الحرب اللبنانية. كولكشن كثير طويلة وكثير كبيرة. وبالتالي الناس بتقدر تختار الفيلم يلي عبالها انها تتابع والجانر يلي عبالها فيه. هلا انا اكيد الحلقه قصيره ما فينا نحكي عن كل الافلام، سو حبيت نقي كم فيلم نقدر نحكي على ذوقك هول الافلام اليوم. ايه في افلام لها علاقه. انا بحب جانر الوور، بعرف انه انت ما بتحبيه بس هيك حلو. لم طلع علي هالصيت لانه هيك وقت بحز انا وقت بنكون عم نحكي عنه. لكن مش غلط الواحد ما يحب الور جانرا لانه بيرجع بيذكرنا بالحروب. بس انا بحب هيدا الجانر لانه بحس بعد ما طلعنا منها للحرب وعلى طول بنحكي انا وياك على السنه. يمكن كمان انا بقول لانه نحن بلبنان ما عم نرتاح دوريس، يعني كل فتره بضل عنا هالخضات. فبصير اقول انا دائما خلينا نكون دائما بالشق الايجابي دائما. صحيح. ولكن في ناس بتحب هيدا الجانر اكيد. صحيح. اول فيلم او اول ثلاث افلام رح احكي عنهم هو للمخرج مارون بغدادي. نقيت هيدا الدايركتور وبالتحديد هول الثلاث افلام. هو يونغ دايركتور، توفى كان بعده شاب يعني تقريبا كان بالفورتيز. ما قدر يبني هالكاريير الطويله. أوكي. بس كل العالم تجمع انه هو كان من البروميننت دايركتورز ومن المخرجين الواعدين. اشتغل مع فرانسيس كوبولا يلي هو دايركتور امريكاني كثير مشهور وقدر يعمل كثير افلام. افلامه فاتت على مهرجان كان السينمائي ب 82. واو. سو هيدا انجاز كثير كبير له. خلينا نشوف اول بوستر لنقدر نحكي عن الفيلم اذا فينا. يس عم نشوفه. حروب صغيره. حروب صغيرة. أوكي مبلشين بحروب صغيرة. حروب صغيرة انعمل سنة 1982 وانعرض بسرتان روغار يلي هو سبيشل سكشن لا كان فيلم فاستيفل بهيد السنة. وبيحكي عن ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص بالحرب بسنة 1975. كل واحد منهم شو كان عم يعمل. هيدا الشاب يلي صار زعيم حرب، هيدا الشاب يلي انخرط بالدراغز صار دراغز ديلر وصار يوقف ورا متريس، وهيدا البنت يلي ضايعة بين الحب وبين الحرب لأنه بال 75 كان انطلاقت فينا نقول الحرب الأهلية بلبنان. سو هيدا الفيلم قدر يحقق كتير إنجازات. اسمه حروب صغيرة أو The Little Wars، من أهم الأفلام يلي عملها مارون بغدادي. تاني بوستر. عم غير أنا صورة. شوي ايه. أوقات تريلرز أوقات بوسترز. بيروت يا بيروت. نعمل سنة 1975. وبدي أقول أنه هو بلشت كتابة قصته قبل الحرب الأهلية. أه. ولكن هو يحاكي الحرب الأهلية قبل ما تصير.
يعني تتشوفي قد ايه هيدا الدايركتور كان عنده فيجن تنبؤات. ايه لانه بتعرف الحرب الاهليه يعني يلي مطلع انه ما دغري يعني كان في صحيح. عوامل عم بتفرجي لبنان لوين كان رايح، وكمان قدر ياخذ جوائز كثير كبيره. فبدي ضل اقول انه افلامه بوقت عم نحكي بال 75 وبالثمانينات وبالتسعينات وتقدر توصل لمهرجانات عالميه، ونحن ما عندنا شيء اسمه صناعه سينمائيه. يعني تتشوفي قد ايه هيدا الدايركتور قوي وقد ايه بهيدا الجار بتحسي انه ملعبه هيدا الجار. اوكي ثالث بوستر معنا Out of Life or La Vie، نعمل سنة 1991، قصته كتير حلوة. هلأ في كتير كريتكس بتقول أنه ما هيدا الصورة الحقيقية تبع لبنان، بس at the end هيدا الشيء هو فيلم بيحكي عن French photographer أو مصور فوتوغرافي فرنسي okay. بيجي على لبنان وهون بينخطف وبيعيش بمرحلة مانا كتير حلوة، ولكن بيضلوا مصر أنه يحافظ على كرامته الإنسانية وما هيك ينجر وراء غسل الدماء. وهو بيست على حادثة صارت مع صحافة اسمه روجي أوك، وهيدا الشيء كله بيصير الأحداث ديورينج إذا بدنا نقول كان في أزمة رهائن وخطف عم بتصير نعم. بلبنان، فهو مستمد من واقع أو قصة حقيقية. هول التاني الثلاث أفلام يلي حبيت نحكي عنهم لمارون، بس بدي أقول إنه في كذا فيلم كمان عنه، بعتقد في ست أفلام بس لهيدا الدايركتور which is great. فيلم رابع مش لمارون، لشادي حنا خبصة، أكيد لازم تكوني حاضرتي. مش معقول ما كنت حاضرته يعني. What did I miss? Yes. من أحلى الأفلام الكوميدي والأفلام المشغولة صح، ويلي هي من الأفلام الكوميرشل المبتذلة. هو كوميرشل بس من الكوميرشل المرتب. أكيد أنا ماني مخولة أعطي أعمل جادجمنت على أي فيلم لبناني، بس من وجهة نظر لأنه عطول بيقولوا أنه دوريس أنت كريتيك، أنا ماني كريتيك بس كأوديانس نعطي رأينا حضرنا الفيلم يا حبيني يا ما حبيني. هل أنا بدي أقول شغلي كمان فيما يخص خبصة تحديدا، الكاست كتير 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 مهم بهيدا الفيلم صحيح. وصرت أنا عم بلاحظ شغلي لما عم نحط ناس جديدة طبيعية عفوية، الناس عم بتحب تحضر الفيلم وتتابعه أكثر. يعني على كل حال عم نشوف رولا بقسماتي، جنيد، تانيا نصر يلي هي كمان بروديوسر للفيلم، عبودي ملاح، سو في وجوه شاب جديدة. وتخيلي كمان انه ثلاث ارباع الاحداث عم بتصير بلوكيشن واحدة، لانه هن عم بتصير بدينر او بعشاء عم بيصير نفس الوقت. ما في ناطرته بدي ولد. مش لحالنا؟ لا انه عندي جمعه صغيره. شو المناسبه؟ سيلفي هو الرجال اللي رح اتجوز. كيف؟ سيلفي هو العريس. كيفك؟ فارس هاي كثير سهل. صحتين. ليه عملتي لنا العريس شب حلو؟ العريس شب حلو. بدك ساعدك حياتي؟ هاي هاي طول مون. كيف لقيتوا لنا هالشيكو؟ او ماي جاد. عادي طيبين بيتاكلوا. تعبان. بون ابيتي. تحلو فكرتك انك كثير وافر السجل. كتير حلو هيدا الفيلم عن جد كتير حلو. سو حلو نرجع نشوفه على نتفليكس لانه ما كل الناس كان عندها الاوبورتونيتي تنزل تحضره بالسينما. الفيلم الخامس غدي من احلى الافلام يلي ممكن تحضريها، جورج خباز ويلي بيختك على عالم ثاني. هو المخرج امين دره وهو من كتابه جورج خباز وبطولته اكيد، وبيحكي عن هيدا الصبي الصغير يلي هو انا على طول بقول من ذوي الاراده الصلبه وليس من ذوي الاحتياجات الخاصه صح. وكيف هيدا الشخص عن جد هو ملاك. بس شو هالمساج اللي قطع بشكل سلس وبشكل حلو وبشكل انه انت عم تضحكي بس بذات الوقت في مساج انساني انه هول العالم يا جماعه مثلنا مثلهم، ما في شيء بيميزنا عنهم، وبالتالي بدكم تقبلون كشقفه من المجتمع. بالعكس انا بامن ماريات انه في شيء هن بيميزهم عنا طبعا. يعني هذا الشيء السبيشال موجود هو فيهم، هذا الشيء اللي قدر وصله جورج وامين من خلال هذا الفيلم. بس كثير حلو الطريقه يلي تعالج فيها الفيلم، بلاقي طريقه كثير ذكيه وكثير حلوه. وتصور بالبترون وحلو انه هذا الفيلم تصور بالبترون لانه منطقه الشمال منسيه، فحلو انه نرجع نتذكرها من خلال انه نحول هيدا المنطقه لموقع تصوير، لانه بتعرف اهل الشمال هيك كثير بحبوا يعني صحيح ينبسطوا اذا هيك شيء. لا في مطارح كثير حلو يتصور فيها. صحيح. نشوف تريلر فيلمز. اسقط بقى اسقط، وين اهلك ومن امك شوي؟ هيدا في شياطين جوا بيته. هيدا غادي لازم نلاقي له حل. دخلك يا ابو الياس، اي امشي ازيله ولاد ابني الي.
مش مرغوب فيه بالحياة، مرفوض. تعرف شو يعني مرفوض؟ يعني ما له محل بين الناس. ما في غير حل؟ في اي حل من هلا لبكره؟ حبي هيدا غدي من احلى الافلام عمل سنه 2013 وقدمته وزاره الثقافه ليمثل لبنان ان كيس رح يترشح هيدا الفيلم للاوسكار. اخر فيلم معنا لليوم بدي اقول من احلى الافلام كمان يلي ممكن نحضره ويلي هو بيور كوميدي للمخرج الي خليفه يلي معودنا على هيدا الستيل الرايق والحلو ويلي هيك كمان بيخرق القلب بطريقه لذيذه، اسمه سنجل ماريد ديفورس او يلا عقبالكم. وبدي اقول بيحكي عن اربع نساء سنجل وومن وكلهم عم بيحاربوا المجتمع ليش هن سنجل. بتعرفي لانه المراه وخاصه بلبنان وقتها بتوصل لعمر معين بتبلش المجتمع يحط بريشر عليها. سو الينا هذا التوبيك وقرر يعالجه بطريقه هيك كوميدي وهو من بطوله دارين حمزه ندى ابو فرحات جوليا قصار. يعني عم نحكي يعني هو دجا الكومبينيشن يعني لحاله قصه كبيره ومعنا التيزر خلينا نتذكره سوا. صار يمسح الارض. مغرومه؟ لا عادي ما في شيء. ايش جوزنا الكلب وانت بعد ما جوزناكي؟ لا انت بدي ضلني هيك لوحدي بلا رجال. ما في غير بتقلي روقي وانطري وحاتركها. على مين عم تضحك؟ يلا عقبالك. شو؟ لا ما هني هون عم بحط عليهم بريشر بدنا نجوزهم، فانا اكيد عم بستوحى منهم تقول لك يلا عبالك دارس. هيدي هي فاذا المجموعه او الباقه يلي باقه الافلام بشجع الكل يحضر لانه عندنا وقت وحلو نرجع نشجع ونحضر الافلام اللبنانيه. في كولكشن كثير حلوه ومثل ما قلت الكاتيجوريز كثير منوعين سو حسب كل واحد الجانر يلي بحب. لو بدأنا بنصح كمان اليونغ لانه دائما بتعرفي هلا عم بيروحوا على سيريز على نتفليكس او عم بيحضروا افلام اجنبيه مش غلط ابدا، ولكن ما عليه هيك احضروا شويه افلام لبنانيه لانه بتستحق المشاهده. صحيح 100%. ثانك يو اليك دارس، شكرا على كل هالانفورميشن يلي اعطيتينا. هني موضوع حلقه الجي شو بنحكي فيه من اليوم او بنفكر تحت الهواء بنفكر فيه. اوكي شكرا لوجودك معنا. اما لمشاهدينا فبنتقل لمش غلط مع ساندرا فواز. مرحبا. في كتير ناس بيفكروا انه الترتيب والنظافة الزايدة والخوف الزايد امر طبيعي وعابر ويعتبر طبع من اطباع الانسان. هيدي المعلومة غلط، فممارسة هيدي العادات بطريقة زايدة تسمى الوسواس القهري وهو نوع من الاضطرابات النفسية المنتشرة بشكل كبير والمرتبطة بالقلق وبافكار وبمخاوف غير منطقية. من أعراض الوسواس القهري الوسواسية وهي أفكار وتخيلات متكررة بطريقة لا إرادية وبتثير الإزعاج، وبتركز هيدي الوساوس حول موضوع معين مثل خوف الشخص من أنه يتوسخ أو الحاجة للترتيب. ومن بين الأعراض الأساسية الخوف من العدوى بحال سلم على الآخرين وشكوك حول قفل الباب أو إطفاء الفرن. ومن أسباب الوسواس القهري عوامل بيولوجية مثل تغير كيميائي بيحصل بجسم الشخص المصاب من الممكن يكون مرتبط بعوامل جينية وراثية معينة وعوامل بيئية عبارة عن عادات وتصرفات مكتسبة مع الوقت ومعدل غير كافي من السيروتونين بالجسم. أما العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالوسواس القهري فهي تاريخ العائلة، الحمل والضغط والتوتر. ومن مضاعفات الوسواس القهري أفكار انتحارية، إدمان الكحول، اكتئاب، اضطرابات بالأكل، انعدام القدرة على العمل أو التعلم. ومن هون منقول مش غلط تكونوا من الأشخاص اللي بيحبوا الترتيب والنظافة والنظام، ولكن الغلط توصل لمرحلة الهوس. وفي حال أنتوا بهيدي المرحلة فمش غلط تلجأوا لاستشارة طبيب وهو بيقوم بعدة فحوصات ليتأكد من إصابتكم بهالمرض. هيدي كانت المعلومة المغلوطة لليوم، لاقوني بكرة بمعلومة جديدة. شكرا لك ساندرا فواز. أكيد مش غلط النظافة والترتيب، بس بدي أقول لك شغلة بس كتير مهمة هالفترة أنه نحن صرنا مهوتسين بالألكول، لأنه كيف ما رحنا وكيف ما جينا بيكون في شيء وعم نرشرش دايما. يعني الألكول صار رفيق الدائم، فاللي مش موسوس صار موسوس بهيدي الفترة. على كل حال شكرا لكل هالمعلومات اللي عم تعطينا إياها. أول بريك بحلقة صباح اليوم ومنرجع.
كمان مرة برحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا بهاللحظات، بعدنا مكملين ومستمرين بكل الفقرات والمواضيع الخاصة ببرنامج صباح اليوم لنهار الجمعة. بفقرتهن حبيت أنه أختم هالشهر العالمي للكشف المبكر والتوعية حول سرطان الثدي مع مخرجة لبنانية، منتجة وكاتبة حائزة على العديد من الجوائز برصيدها أكثر من 15 مسلسل من حيث الإخراج وأكثر من 5 مسلسلات بالكتابة. ليليان بستاني عايشت مرض السرطان وتعاطت معه من حوالي السنة لليوم. كل هالتجربة وكل الصعوبات يلي مرقت فيها رح نحكي عنها مباشرة على الهواء. معنا ليليان بستاني عبر زوم. صباح الخير ليليان. صباح الخير ماريات، صباح الخير لكل المشاهدين الجديد، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك عبر الجديد وألف حمد لله على السلامة. لأنه رح بلش بالإيجابيات، لأنه قلتي لي أنه من حوالي الشهر تقريبا أو أقل شوي عملت كل الفحوصات اللازمة وعرفت أنك أنت شفيتي من سرطان الثدي، صح؟ الحمد لله، صح. ألف حمد لله على السلامة. ليليان، بلشت القصة تقريبا من سنة أو أقل شوي، شو صار معك تحديدا؟ صح، تقريبا من يعني باخر 2019 بدايه 2020. انا دائما باخر كل سنه بعمل تشيك اب فحوصات هيك على صحه سلامه، مع انه في كثير بيقولوا انه مش بالضروره بهذا العمر واحد هالقد يعمل فحوصات. انا لي 5 سنين بتلقاء ذاتي بروح وبعمل فحوصات شامله، فهالمره بين بالفحوصات انه بالفحوصات الأولية شكوا إنه في وجود لكانسر. طبعاً إحنا كشفنا أكثر التحاليل وطلع يعني مؤكد إنه في كانسر بالبريست، سرطان الثدي. ومن هونيك بلشت القصة، فحوصات أكثر، متابعة أكثر، لحتى اجتمعت بالحكمة وقالوا لي شو رح يكون ناطرني. ليليان، عادة ما بينصحوا السيدات أنهم يعملوا فحوصات بهالشكل قبل 50، خلينا نقول، خاصة أنه ما في حدا بالعيلة معه البريست كانسر، ولكن حضرتك قلتي أنه يمكن هيدا الشيء فادك لأنه إليك سنين مبلشة. قدي صعب بس لما تسمعي أو لما الحكيم يجي يقلك ليليان نحن شاكين بشي ويمكن يكون في شيء، بهيدي اللحظة يعني قدي بتحسي أنه برمت الدنيا فيكي؟ هذه اللحظة كنت اسمع غيري شو يحكي عنا لأول مرة صارت معي. أنا غريب إنه بأول تكة سمعت شو عم بيقول لي، طلعت هيك وابتسمت قلت له نحن وين؟ قال لي بعدنا بمراحل أولية، بتاني ستيج. ما تعت الأهم، كتر خير الله إنه لحقنا هالقد على بكير. كنت عم ببتسم قلت له أوكي رح نبلش لك. هالقد كان شي كتير هادي كان بالنسبة لي. هلأ طبعاً بس جات طلعت بالسيارة صرت فكر أكثر شو نحكى معي، شو قال لي. أخذت وقت من الحكيم لو صرت على البيت عم بستوعب أكثر وأكثر، بس ما حسيت لولا لحظة أنه أنا انهرت أو أنه أنا ما بعرف، كل شيء سود بوجهي، ما بعرف من إجتني هيدي القوة، هيدا التفاؤل. من أول لحظة ابتسمت ووكلت حالي لربي، يعني مع أنه غير أصدقاء لإلي كانوا خبروني أنه هاللحظة كانت كتير صعبة عليهم، كل حدا تصرف بطريقة كثير بعيدة عن ما أنا تصرفت. طبعا هي ردات الفعل بتختلف من شخص لآخر، ولكن من أول المشوار ليليان أنت كان في قوة وكان في تحدي لهيدا المرض. كيف أنت الصغيرة بالعيلة، فكيف كان وقع هالخبر على العيلة وقديه حسيتي أنه حضنوك طيلة الفترة الماضية؟ أكيد الخبر ما كان حلو على حدا بالعيلة، أكيد كان في حزن لك البيت، بس يعني احتضانهم لإلي وتشجيعنا لبعض هو اللي قواني. وكمان نحن في عنا أولاد صغار بالبيت، كنا محتارين منخليهم يعرفوا وما منخليهم يعرفوا شو كيف بدنا نتصرف. فأنا طلبت منهم إنه بليز نخبر الأولاد يعرفوا بكل شيء رح يكون عم بيصير قدامهم، لأن كنت عارفة في مراحل بشعة رح نمرق فيها. وهيك صار، حتى الصغار أكيد أول شيء عملوا شوك، كل واحد تصرف على طريقته، سأل كذا سؤال أو بكي. بعدين صاروا هني كمان اساند، لا يعني عم بيسندوني، يجوا هني يضحكوني، يمضوا معي وقت، كل واحد يصلي لي. صغار وكبار كنا متضامنين، وهذا كان الحافز الاساسي انه اللي عم يمرق بمرض السرطان يكون عم يقدر يقوى باللي حواليه.
ليليان حبيت كتير انه وثقتي كل المراحل يلي مرقتي فيها خلال هالسنة من خلال اغنية حملت عنوان من كم شهر. انت وعم تحكي ليليان رح نشوف هيك مقاطع من هيدي الاغنية عم تمرق، بس لفتني انه اليوم عم نشوف ليليان القوية، ولكن قدي خلال هيدي المرحلة كان في ليليان لضعيفة كمان؟ ما في شك، لا ما فينا نضل نقول انه نحن كل الوقت بناخذ القوه، وفي هيك مسج وصلتيه بخلال بختام الاغنيه لاهلك لعائلتك للناس يلي بتحبك. حبيت كثير قد ايه قدرتي وقوف كل الناس الى جنبك، ولكن في سيدات اليوم بعدها بتخاف وبعد عندها خليني اقول هالفوبي انه هيدا المرض بده يقتلها بالاخر. كيف اليوم ليليان بتقدر تعطي القوه للسيدات انه ما يفكروا بسلبيه ودائما يشوفوا نص المليان من الكبايه؟ هذا كان سبب أساسي لأنه عملت هذا الكليب، غير أنه أنا كان بدي وثق هالمرحلة من حياتي. بس ما هذا يعني بس واحد يصير بقلب الكانسر بيسمع حوالي أخبار أو أشخاص بيصير يتجرأوا أنه يقولوا له نحن كمان قطعنا بهالمرحلة أو نحن هلأ قطعين فيها. اللي كان أنا بدي أقوله أنه خاصة لما واحد يقدر يلاقي المرض بأوله ما يضعف وما ينهار، بضل يلاقي الأمل رح يجي بكرة رح يكون أحلى. الطب تطور كتير ونحن بإرادتنا وعزيمتنا فينا نتحدى هذا الموضوع. أنا ما بدي يعني ما بدي ولا ست تكون عم تعتبر إنه أنا انصبت بالسرطان قال يلا أمتى رح موت، إنه ما تشوف دغري الأسود، تشوف الانتصار قبل ما توصل لهذه المرحلة. خاصة لما يكون عم برجع أكد إنه الطب قال له إنه أنت شفائك كتير عنده نسبة عالية، فخليها تتسلح بهذه القوة. أكثر شيء ممكن يدمره للسرطان هو أنك أنت تقولي له أنا أقوى منك، فهيك بدأت تقول كل وحدة للسرطان أنا أقوى منك ما رح خليك تهزمني. يعني هذا أهم شيء، غير ما تكوني قوية ما رح فيك تهزم المرض، وغير ما تكوني محاطة بكل اللي حواليك وبحب الجميع. مثل ما أنا شكرت كل حدا فعلا هني كانوا سند أساسي لإلي، أصحاب وأهل بيتي وأمي وأخواتي ورفقاتي واللي بالوسط، هدول كلهم على طريقتهم كل واحد دعمني، فإيد بإيد فينا نطلع. على كل حال ليليان، هيك الوجه اللي فيه طاقة واللي فيه ضوء والابتسامة وكل هالإيجابية اللي عم تحكي فيها اليوم هي بحد ذاتهم أمل وطاقة لكل العالم ولكل السيدات يلي عانوا من مرض سرطان الثدي. طبعا أول شيء بتكون القصص صعبة، ولكن كله بعدين بيهون وبتكون مرحلة صعبة وبتمرق مثل كل شيء بيمرق بهيدي الحياة. ألف حمد لله على السلامة ليليان بستاني، وإن شاء الله بيكون معنا لقاءات أخرى بأعمال نحكي فيها هيدا المرة مش نحكي فيها عن الأمراض. بالتوفيق وشكرا لك، ورح نحضر على كل حال الفيديو يلي عملتيه من كم شهر. من كفي شكرا لليان بستاني والف حمد لله على سلامتك. من كفي فقرات برنامجنا وانضمت لالي الزميله دانا مزهر. صباح الخير دانا. بونجور ماريات، كيفك اليوم؟ منيحه. ماشي الحال؟ كيف كانت هالجوله هالاسبوع على الاخبار من هون وهونيك؟ ما كان في كثير اخبار هالاسبوع. ركود. صح، على كل حال الاخبار يمكن يلي عم نسمعها مؤخرا هي ليتلي العلاقه شوي خلينا نقول بالارهاب شوي بفرنسا. صح، وفرنسا زايد كثير الاخبار. يعني بنتمنى انه تقطع على خير، وبنتمنى انه يرجع يعم سلام، لانه بصراحه اللي فينا مكفينا مثل ما بيقولوا. مزبوط. صح. وننتقل الى من هون وهون. يلا. اول خبر من العراق، شابين عراقيين حيدر واحمد فرقتهم الحياه 40 سنه وجمعهم من بعد كل هالوقت بوست على فيسبوك. فسنه 1980 تم اعتقال كل العائله ايام الرئيس صدام حسين بتهمه الانتماء لحزب الدعوه الاسلاميه، وحيدر كان عمره 4 سنين واحمد كان عمره 2، وسجنوا كمان مع امهم. حكم على العائله بالاعدام، ولكن تمكنت ستهم من تهريب حيدر هي وعم بتقوم بزياره على السجن، بس ما قدرت تهرب احمد وفكروا انه اعدم مع العائلة. ونشر حيدر بوست على فيسبوك بالذكرى الأربعين لاعتقاله وإعدام عائلته، واختتم المنشور بجملة صورة لخي الشهيد أحمد اللي أعدمه البعث بعمر 2. وشافت أخت أحمد بالتبني الصورة، وبعد التواصل مع أحد الأقرباء تأكدوا من أنهم إخوة، وتم ترتيب اللقاء الأول للأخوين اللي كان مليء بالفرح والحزن بنفس الوقت. خلينا نشوف الفيديو. شباب مصورين. شباب بس شباب بس ما جاء شباب.
حلو هيدا الشيء دانا، يعني هيدا خليني أقول هيدا رابط الدم، ولكن فعليا هني ما شافوا بعضهم يعني 40 سنة سنتين صح. تفرقوا لهيدا العمر الكبير، وتخيل تكون مفكرة حالك موجود عن جد، مفكرة انه ما بقى في امل، مات او راح او وبالتالي يرجعوا يلتقوا. قد ايه مؤثر هيدا الفيديو كان وكثير اخذ، يعني هيدا دليل عن جد انه اللي عند ربنا مش عند حدا. أكيد. لو مهما دارت وبرمت الايام اللي بده يصير بده يصير، وما حدا كان متوقع هيدي المفاجاه. اكيد وفيسبوك لعب دور عن جد كثير مهم، هو مثل ما بنقول دائما في سلبيات وفي ايجابيات. هلا كل مره انا يعني انا بتعرفيني انا ماني صاحبه مع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن دائما بس هون لعب دور إيه؟ لا الله يخليك بضطر اصير صاحبه معهم لانه عن جد انقذ عائله. أما بعد ماريات ننتقل لمصر، حيث عاقب أهالي أحدى القرى المصرية شاب استدرج طفلة بتبلغ من العمر 7 سنين وقام باغتصابه ولقنوا درس ما رح ينساك حياته. فمن بعد ما سمع بعض الأهالي أصوات استغاثة الطفل دعاء، قدروا يمسكوا مجدي البالغ من العمر 39 سنة بالجرم المشهود. وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بضبطه، قام الأهالي بإزالة ملابس المتهم وقاموا بضربه بشدة، ووصلت من بعد الشرطة وألقت القبض عليه. وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر عدد كبير من المواطنين وهن عم يمشوا خلف الشاب المتهم وهو عم بتم نقله لقسم الشرطة. هلا هو قليل اللي صار، كان لازم يعملوا بعد فيه اكثر من هيك، هن ضربوه لحتى الموت فيليا يعني. ففي كثير موجودين مع الاسف اولادنا عرضه لهيدا النوع من التحرش خليني اقول. ف قد ما فينا بننتبه على الاولاد، بس ما فينا نحاوطهم 100% يعني كل عمرهم وكل حياتهم. فالله يحمي كل اولاد العالم، وعن جد يمكن درس واحد كفيل بانه يعلم الباقي. ان شاء الله يكون درس، ان شاء الله يكون تعلموا البقوه انه فرق العمر كثير كبير، 30 سنة عمره وسبع سنين الطفلة، طفلة يعني بعد ما شافت. هيك عم بقول بيدوفيلي هيدي. أما ماريات من بعدها مننتقل للبنان. بلبنان في شاب اسمه إليو بيقوم بأعمال دايما، عن مرة سأل قام عن الثورة، من بعدها قام عن هلأ عن 4 آب، وفي فيديو خلينا نشوفه سوا ونرجع نحكي يلا. مع إليو اللبناني من لحظة اللي بيخلق بيخلق مظلوم، بس من بعد 4 آب حياتنا كلها تغيرت بثانية. هذا الخبر العاجل في انفجار ضخم مرفأ بيروت رقم 12 بيروت منطقة من كوبا بثانية بيتا لستة، مطرح ما قضيت أحلى أيام طفولتي انمحى، وانمحوا معه كل ذكرياتي. أنا بنت بيروت لحقتوها، ما بين شي عنا، روحوا لنا كل شي. تقلي يا تيتا ليه عم كسرنا بيتنا يا تيتا؟ ليه يا تيتا تقلي؟ ليش تحرقوا بيروت؟ بثانية بيو لصاحبي يلي كان يخاف علينا ما يخلينا نسرب ماخرين، تأخر الوقت وبعده لهلا ما سرب من تحت حجار بيروت. بيكم بطل بقولك بتعزيون هالكلمة بتكفي. بثانية مرم خايل مطرح ما سهرنا وضحكنا، مطرح ما تعرفت على خطيبتي تكسرت وما بقي منا شيء. بثانية عيونا لأمي يلي سهر علينا ليل نهار لكبرونا، بعدن لهلأ ما صحوا من أثر الإزاز بالحجار. اشتقتله كتير يا جو يا ماما. بلكي إذا شاف أمه يمكن يطلع من تحت التراب. يا بطل يا أنت، هو عمرتين ثلاثة بالليل بغطيه كانت. يا ريتو الله خلي لي بس ساعة لحتى لجأة مواهب وبوت. ما قلت لك دع شقف، شقفوا ولادنا شقف واحترقوا. يا أمي يا أمي قلبي تعب.
حلو كتير هيدا الفيديو. صحيح عم بيحكي فيه مشكلة أربع آب وانفجار أربع آب والكارثة يلي خلفتها أربع آب ويلي أنا برأيي صعب كتير إنه الناس تنساها صح أو تكبى وراها. وماريات أنا برأيي بس حبيت الطريقة كتير جديدة وحبيت الرسالة يلي وصلها. أكيد أنا برأيي ماريات ما لازم العالم تنسى، أنا شخصيا هيك. والفيديو كتير أثر فيه لأنه جمع كل المأساة اللي صارت بأربعة آب ورجع ذكر العالم مرة جديدة. ومشان هيك حيكون معنا إليو ليخبرنا أكثر عن هالعمل. بونجور إليو. بونجور بونجور، كيفك اليوم؟ منيح؟ سافا كتر خير الله. إليو، أنت برأيك العالم لازم تنسى ولا أنت عامله بس لضرورة التذكر عن هيدا الحادثة اللي صارت بلبنان؟ لا، أنا بنظري بمحل من المحلات العالم استسلمت. يعني صحيح. أول 10 أيام العالم كانت كلها نازلة على الطرقات وعم تصلح وعم تركض وعم تساعد بعضها، بس لما قطع شهر على الموضوع وشهر ونص رجع البلد مثل ما كان. يعني من بعد سنة ثورة ومن بعد سنة كل العالم عم تقاتل، ما في شيء تغير. فأنا حبيت أعمل هذا الفيديو بس تذكرهم للناس، تقلهم أنه ممنوع تنسوا، ما فينا ننسى المصيبة اللي صارت، منا مصيبة هينة إليو. ولكن من بعد مرور أكثر من خليني أقول شهرين على انفجار مرفق بيروت، الناس مش قصة نسيت، الناس التهت. يعني في ناس تشردت، في ناس ما عندها بيوت تقعد فيها، في ناس ما عندها سقف يقويها، في ناس ما عندها أقل شيء ممكن ببيتها تقدر تعيش فيه، وبالتالي وكأنها التهت بالمواضيع. أما الناس يلي ما تعرضت أو ما أزيها الانفجار بكل بساطة رح أقول بغيبوبة، بكل بساطة. إيه بس ايه بس الناس اللي راحوا بيوتها، انت عم تحكي عن نص بيروت، يعني انت عم تحكي نص بيروت انمحيت بظرف ثانيه. هن ما نسيوا بس يعني. إليو، هن هول الناس اللي راحت بيوتهم واللي فقدوا ناس عزيزين على قلبهم، هن ما نسيوا. ولكن ماذا بعد هيدا الفيديو مش للناس اللي راحوا بيوتها، هيدا الفيديو تكريم للناس اللي راحوا بيوتها. هيدا الفيديو تقلن انه انا حدكن وانا من الناس، وبدي خلي كل الناس غير ما ينسوا كمان انه نحن لازم نكون حدكن بهذا الوقت. إليو، أنت شاب عمرك 34 سنة وقررت كمان أنك تنتقل تعيش، كنت عايش بلبنان ومن بعد أربع آب قررت أنك تنتقل تعيش بدبي. كنت عم تشتغل بلبنان على أعمال خاصة بالثورة، كتير حلوة الأعمال، ورجعت كملت، رحت على دبي وكملت. كيف أنتجت هيدا العمل؟ مين ساعدك؟ خبرنا أكثر عن الموضوع. من بعد ما نقلت أنا على دبي قررتها بعد انفجار بيروت، ولما شفت ما صار في ردة فعل خلص قررت أنا أنه ما بقى يشبهني لبنان صراحة، يعني ما بقى يشبه طموحي. فقررت انتقل على دبي وجيت لهون وبلشت عم بشتغل وعم بحضر الكارير تبعي على تكبره. بس تعرفت على ناس هون لبنانية أنا أوريدي كنت بعرفهم، وقلت لهم أنه أنا لازم نعمل فكرة شيء كرمال انفجار لبنان. فلما عرضت الفكرة عليهم في شركة هاي أند فيلمز هون صاحبها اسمه سمير كرم، هو صديق لإلي لبناني كتير حب الفكرة، وهو قدم لي كل الأغراض مثل ما كنت بلبنان شركة جمة تقدم لي الأغراض، هون سمير كرم قدم لي هو كل الأغراض. وفي بنت لبنانية اسمها كارولين إسماعيل هي كمان بتشتغل تيبل توب، هي اهتمت بكل الأمور على الطاولة وبالديزاينز وبالديكار وبكل القصص. فكان عمل جماعي ما كلف ولا ليرة مصاري وكان كله تقديم للبنان. إليو، في مسج مبطني من وراء هيدا الموضوع، أنا بس بدي أسأل، كله فهمته بس فكرة البوكال بالأول فيك تفسرها أكثر للمشاهدين؟ إيه، إذا بتلاحظ أنت أول ما ببلش الفيديو بيكون البوكال بعد المي نضيفة فيه صح، وبتسمع صوت بيبي عم يبكي، وهيدا صوت البيبي عم يبكي والبوكال. البوكال النضيف هو دماغنا نحن، دماغ كل ولد لبناني لما بيخلق نضيف. وإذا بتلاحظي مع مرور الوقت كل ما البانسوت استعمل عم يغمق اللون بهيدا البوكال وصار يغمق اللون صح، وصار عقلاتنا هيدا بمثل عقل كل إنسان لبناني، كيف بصير راسه مشوش وبصير راسه مجوي من وراء الأحزاب والطائفية وكل شيء اللي تنزرع بدماغ كل ولد بيخلق بلبنان. مش هيك أنا قلت اللبناني بيخلق مظلوم. إليو، يعطيك العافية، والعمل أنا بالنسبة إلي كتير كتير حلو، وكيب إت أب، دايما كمل بهيك أعمال حلوة. ميرسي إليو. Thank you so much. شكرا لك إليو. ولكن المؤسف بهذا الموضوع إنه عم نخسر كل الشباب، عم نخسر كل الطاقة. قلت لي إياها امبارح، هجرة الأدمغة لترلي، هجرة الأدمغة يعني كتار. اليوم حتى كنت عم بسمع عن كذا شخص قرروا إنه هن يفلوا من لبنان. للأسف لما بفلوا الشباب وبيبقوا خليني أقول
الخطيره ما هيدا مش بلد الجامعه كمان اللي بضلهم تابعين لزعماء معينين. يعني البلد اذا كان بده 50 سنه صار بده 100 سنه ليتغير. صحيح. من بعدها ماريات بننتقل للشق الرياضي. دعم الدول للرياضه بلبنان شبه معدوم، لهيك الاتحادات والانديه بيعانوا دائما من الظروف الاقتصاديه الصعبه، ولتبقى المبادرات الشخصيه هي الاساس لنجاح اي اتحاد، خصوصا بس بيكون الهدف تمثيل لبنان بالخارج. ابراهيم وهبي بونجور. بونجور لك. خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. يعني بونجور ابراهيم. بونجور. كيفك اليوم؟ الحمد لله منيح. يعني دائما عم نضوا، انتم عم تحكوا هلا عن هجره الادمغه، انا ما خصني، يعني دائما بيقولوا لي انا بكون سلبي بهذا الموضوع، بس هذا الواقع. صح. مش موضوع سلبي. اليوم رح نطرح موضوع رياضي بحت، اللي هو دعم الدوله للرياضه، لنعرف قد ايه اهميه الدوله، قد ايه بيعني لها الشباب وقد ايه بيعني لها الرياضه، يعني على صعيد دولي بشكل عام. صحيح. ما بيعني لها لا الشباب ولا الرياضه. ليش؟ لانه وزاره الشباب والرياضه ما عندها ميزانيه لتمول الاتحادات الرياضيه اللي هي مسؤوله عن الشباب والرياضه. شو رايك؟ مصيبهم بهالدعم، خليهم يخلصوا بمصيبهم، في شيء اهم بالنسبه لهم، اهم من الشباب بالنسبه لهم. ايه طبعا عم بيصير هلا السياسه. exactly. وتقسيم الحقائب الوزاريه، هلا مين باله بالشباب والرياضه؟ مع انه بفتكر انه هيدي من yes. اهم الوزارات يلي كل دول العالم بتبني امال عليها، لانه بتعطي حماس للشباب، بتعطيهم افكار. صح. يتسلوا فيها، يلتهوا فيها، بتشجعهم على الرياضه 100%. مريات، انا اليوم مركز على نقطه كثير مهمه، اللي هي هيدا موضوع الدعم غائب كل الرياضة بلبنان، إن كان اتحادات رياضية اللي هي مسؤولة عن كل الأندية أو الأندية الرياضية هي معتمدة على مبادرات فردية. يعني بيجي رئيس النادي أو رئيس الاتحاد هو بغامر وبيجي بده يساعد كرمال مساعدة الشباب والرياضة والاتحاد، واليوم فجأة الأندية ما بيعود عندها ميزانيات في حال رحل هالشخص. فهون هيدي مسؤولية الدولة إنه تكون واقفة حد الاتحادات وحد الأندية، لنطرح هالقضية يعني نحكي عنها قد ايه هي مهمه. رئيس اتحاد السباحه الدكتور طوني نصار، يلي تم انتخابه الاسبوع الماضي لولايه جديده باتحاد السباحه بعد تجديد الثقه فيه من قبل عائله السباحه. خلينا نشوف هالفيديو مع الدكتور طوني ونرجع بنركز وبنحكي عن هالموضوع. تجربتي برئاسه اتحاد لبنان للسباحه اللي دامت 4 سنين، وبعتبرها كانت ولاية كتير ناجحة، لأنه أنا وكامل المجلس حققنا نتائج عظيمة خلال هالسنين، خلال هالولاية كلها. كانت مهمة صعبة على المجلس كله، على 11 عضو، لأنه استلمنا الاتحاد بحالة كتير صعبة، بحالة فقيرة، بحالة فاضي، ما في شيء، ما في مساعدة، ما في المصاري، ما في تجهيزات. كانت من أصعب المهمات بفتكر اللي استلمناها. واليوم إذا بتشوف الاتحاد ما بيشبه أبدا اللي كان استلمناه شيء، وصار هلا شيء تاني، والنتائج واضحه. النتائج هي اللي بتحكي، السباحين هن اللي بيحكوا، اهل السباحين هن اللي بيحكوا على التغيير اللي صار. وللاسف بكل تاريخ الاتحاد ما كان ولا مره مدعوم لا من الدوله ولا من اي مصادر تاني. يعني اليوم الاتحاد واقف على رئيس الاتحاد، على دعمه الخاص من جيبته الخاصه، عم بيمول هالاتحاد، حطه على ظهره على كتافه وماشي فيه لحتى يوصلوا للعالمية. اليوم قدرنا وصلنا الاتحاد فعلا للعالمية من وراء الميداليات اللي حصدناها خلال هالسنين بهال4 سنين. مثل ما وعدتكم أول ولاية أني حقق كل هالخطوط اللي رسمتها والتخطيط اللي عملناه كله تنفذ. بعدكم أنه رح نكمل في مشاريع أكبر، في مشاريع أكتر بإذن الله رح نحققها بهالولاية. المهم الله يعطينا السلام للبنان ويعطينا الصحة لإلنا كلنا لنقدر نكمل مشوارنا اللي بديناه من 4 سنين، ورح نكملهم الله راد بعد 4 سنين تانيين لحتى نوصل اللعبة، لعبة السباحة واتحاد لبنان للسباحة، نوصله للعالمية بحصد أكبر ميداليات بالعالم وعلى صعيد الشرق الأوسط. بس بحب أخبركم أنه نحن على صعيد الشرق الأوسط بنحسب لنا حساب بعالم وبلعبة السباحة.
فعلا لبناني بينحسب له حساب على صعيد لعبة السباحة من خلال تمثيل لبنان إن كان خليجيا أو عربيا أو حتى دوليا. نتمنى للدكتور طوني نصار وللاتحاد اللبناني للسباحة أنه هيدي الولاية تكون استكمال للميداليات والإنجازات لتمثيل لبنان بأحلى صورة. وأكيد نحن هيدا الموضوع رح نتابعه ونكون عم نتابع كل التفاصيل. يعني حكي للأسف الدكتور طوني عن نقطة مهمة اللي هي غياب كلي للدولة يلي نحن منطلب أنه الدولة تكون واقفة حدها الاتحاد فعلا لأنه هن الأمل للمستقبل. أكيد. أكيد. إن شاء الله يا رب كل الأشخاص يقدروا يكونوا هن يتكلوا على حالهم، خلص ما بقى حدا يتكل على الدولة، خلينا نقولها ونحن متفقين عليها. شكرا لك إبراهيم، شكرا لك دانا، نلتقي الأسبوع المقبل. أكيد. بريك ونرجع من كافي صباح اليوم. نرجع لنكفي ما تبقى من برنامج صباح اليوم. بعد في تقريبا حوالي الساعة وبعد في عنا مواضيع كتير نحكي فيهم. ده من سمع مني في هيك فيديو كنت عم بحضره عجبني كتير وكتير لفتني لأنه شفت فيه طاقة جديدة، شفت فيه هيك ميوزك حلوة وطالعة من القلب. هذا الفيديو نزل قبل أسبوع من انفجار بيروت، ولكن الملفت أنه اسمه No Matter What، يعني لو شو ما صار، لو شو ما تغير، لو وين ما أخذتنا الدنيا، خلينا نحن دايما متكمشين بالأمل، متكمشين بالحلم، ومتكمشين بالطريق يلي بدنا نمشي فيها للآخر، ومش معروف على كل حال لوين بدها تودينا. صاحبة هيدا الكليب، صاحبة هيدا خليني أقول النوتة الموسيقية الرائعة، معي باستوديو صباح اليوم جوي زهار. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله ماشي. يعني حبيت كتير صبية عم تلعب جيتار بالطبيعة، الكليب كتير حلو، رح هيك يمرق منه مشاهد نحن وعم نحكي. اليوم صبية عم تلعب، عم بتدق جيتار وعم تعمل ميوزيك فيديو كليب، قديه شغلة جديدة بالنسبة للعالم العربي؟ هي تحدي للمرأة عن جنرال إنه تفوت تخوض هيك مشوار منه هين، وخاصة أنه إذا بتكوني قطعتي مرحلة طويلة بهالمسيرة وهلأ فجأة بلشي بشي كومبليتلي جديد، فهو تحدي لألي وصار لي تقريبا سنة فيه وانطلقنا وحمد لله ماشي الحال. بس كان هيدا العائق أنه صار قبل الانفجار الريليس تبع الفيديو كليب، بس أنا بقول رغم شو ما كانت الظروف الواحد يكمل وما يشي وقفه بالحياة لو شو ما كان. طبعا كان هيدا الانفجار يعني بدي أقول ضر اللبنانيين كلهم. صحيح، وأنا منهم وما بزعل على هيدا الشيء، منكمل رغم شو طبعاً كان. طبعاً برغم كل اللي عم بيصير No Matter What عم نحضر شوي عم يقطع الكليب هلأ نحن وعم نحكي أنا وياك جوي. حبيت كتير الطاقة الإيجابية اللي فيه، حبيت هيك امرأة متحررة، فينا نقول أنه أنت امرأة متمردة؟ ما بحب أقول متمردة، جريئة. جريئة، جريئة بتعمل شو براسها، ما في شيء بخوفها. جاي على كل حال اليوم انت مش حدا جديد على الجيتار، يعني القصه بلشت من كتير زمان. اول شيء اسست فرقه كل عمرك تحلم انه تكون لك او تكون موجوده، هي فرقه صبايا. مزبوط. صحيح، مزبوط. قد ايه عشت هيدي الفرقه وشو اللي هيك صار حتى لها وقفت؟ عشت الفرقه تقريبا 5 سنين. كل حياتي احلم انه بدي اعمل فرقه اخلط امزج نساء مع بعض ونشوف قد ايه شو بينتجوا قوه نساء مجتمعين سوا. وفعلا عملنا شغل كتير حلو. عملنا شغل كتير حلو عمدة 5 سنين تقريبا، واشتغلنا برات لبنان، سافرنا، عملنا حفلات كتير حلوة، وتجربة كانت كتير حلوة بحياتي. بس للأسف كل واحد راح طريق وظروف ما شاءت إنه نكمل سوا. جاي على كل حال في كتير فرق أجنبية من الخبرة كمان بيفرطوا، يعني بكمان بيعيشوا سنة واثنين وثلاثة وأربعة بيفرطوا، ولكن بيبرز دايما حدا منهم. اليوم تعتبر إنه أنت الوجه اللي عم يبرز من هيدا الفرقة؟ لا، ما بحب أقول هيدا الشيء، كان كل واحد منا مميز بشو بيعمل. من بعد الفرقه كان عندك تاتش تبعك مع السوبر ستار رغب عليمه، كنت انت العازفه الاولى للجيتار بالفرقه تبعيته. صح؟ صحيح. طب يوم هيك لما بتشتغلي وسنين اشتغلتي حوالي 5 سنين كمان مع السوبر مزبوط ستار. مزبوط. انت حدا وفي، يعني سنين سنين سنين. شو الاضافه يلي بيعطيها اسم مثل السوبر ستار رغب عليمه لجوي زهار؟ طبعا طبعا العمل مع فنان كبير مثل استاذ رغب علامه بضيف على اسمي، وانا بقدر هيدا الشيء.
بكل بساطة. اليوم جوي قررت انك تبلشي لحالك وقررت انك تبلشي بطريق لقلك بيشبهك خلينا نقول، مش خايفة يعني هيك؟ مش خايفة انه هالخطوة ما بتعرفي كيف رح تكون رياكسيون ناس، ما بتعرفي كيف الناس رح تتقبل؟ يعني اليوم لمين بتتوجه جوي خاصة بالكليب يلي عم نشوفه، لأي فئة من الناس؟ أنا ما في شي بخوفني غير اني ما جرب، ما أعطي فرصة بالحياة لشي بحبه كتير، وبنصح تحديداً المرأة بمجتمعنا الشرقي إنه ماشي يوقفها عن شغفها بالحياة تعمل شو بتحب، لأنه السعادة بتجي أوتوماتيكلي والنجاح بيجي أوتوماتيكلي إذا منخوض هيدا الطريق. بعتقد إنه ما في فئة معينة للموسيقى، الموسيقى الحلوة الأعمار كلها حتحبها، ما عندي شك بهيدا الشيء، وخاصة ما عم نحكي إذا موسيقى منا جداً صاخبة رايقة وحلوة على الدينة. صحيح. ما بعتقد في عمر محدد. فينا نكفي على كل حال، فينا هيك نرجع نسمع شوية ميوزيك. على كل حال الكليب بس بدي اقول انه هو اخراج رنا ابي راشد يلي بوجه لها تحيه، المخرج الصديق رنا ابي راشد، انا بشكرها من قلبي لتطبيق الموسيقى على صوره. طيب اليوم انا عم بسمع عم شوف الكليب وكانه بس عم بتدقي على الجيتار، ولكن بالاضافه لهذا الشيء بتشتغلي شيء ثاني، يعني شو اهتماماتك جوي خلال هيدا السنة؟ حب أذكر أنه أنا غير أني عازف في الجيتار، أنا عم بنتج الأغاني اللي بتسمعيهم باسمي، أنا بسجل كل الآلات الموسيقية الموجودة فيهم غير أنه بعزف الآلة. هيدا السنة كانت كلها موسيقى مبدئياً، كلها موسيقى، وجربت صراحة أخذ كورونا اطلع فيها بطريقة إيجابية، لأن عطتنا كتير وقت. اشتغلت على حالي من كل النواحي، وبعتقد اكتريت العالم عملوا هذا الشيء، مثل ما كنت عم شوف العالم كانت قصد بهذه الفتره فادت العالم بانه تكتشف حالها كمان. طيب اليوم جوي معقول هيك بعمل مقبل تفكري انك تدمجي الموسيقى تبعيتك مع صوت حدا من النجوم؟ صراحه صار في شبه نوع تعاون مع فنان عربي عالمي كبير، ما حقول شو اسمه، بس الظروف ما شاءت انه نباشر بالاعمال. مثل ما بتشوفي كورونا وقفت العالم الفني، مش بس بلبنان، بالكره الارضيه كلها سوا. مع مين كان بده يكون في كولابوريشن؟ ما في يقول. ليه هيك بدك تعملي فينا جوي؟ ما في يقول. حدا لبناني؟ لا مش لبناني. مش لبناني. اوكي. طيب اليوم من بعد نو ماتر وات، شو البلان خليني اقول؟ شو الافكار للمستقبل؟ هلا عندي عملين رح يتم اصدارهم شهر الجاي نوفمبر، ميد نوفمبر بنصه تقريبا، وعمل اخر كمان بتقريبا نص شهر ديسمبر. طيب اليوم لما هيك تقرري تعملي الميوزك او تخلقي الميوزك، اليوم في مود معين خليني اقول، يعني كل فنان هو عن جد بده يشتغل بمود. صح. باي مود جاي بتشتغل؟ صراحة ما في، ممكن يكون زعلانة ويطلع مني موسيقى كتير حلوة، ممكن يكون كتير مبسوطة، ما بدك تكوني عم بتحسي ليطلع شيء حلو. أكيد هي كلها أحساس صراحة. إيه. هلأ أنا طلعت من بعد انفجار بيروت، وصادم كمان مع خسرت حدا كتير قريب من عائلتي، إجوا بنفس الوقت، كنت بمرحلة كتير زعلانة فيها بكل صراحة، وعملت غنية هي رح تصدر شهر الجاي، طلعت من القلب، هيدي اسمها دنيا سميتها دنيا، لأنه كانت مرحلة صراحة كتير صعبة وطلعت بكل أحساس، وإن شاء الله بتعجب العالم. إمتى رح نسمعها؟ بعد شهر؟ تقريبا صارت في جمعتين. بعد أسبوعين. نوفمبر 10. كلنا رح نسمع دنيا بعد ما تصدر. كمان في فيديو كليب لها.
في فيديو لها هيك من الحياة يعني مش فيديو مثل ما شفتي نومات روات. أوكي أوكي جاي زهار، أنا كتير بدي أشكرك على هالصبحية وعلى هاللقاء، وبالتوفيق لألك وبالتوفيق لنومات روات كمان. هذا فينا نعتبره أنه أول بيبي هيك، أول عمل لألك فخورة كتير فيه. أكيد أكيد أكيد، نحن ناطرين الأعمال يلي جاية. شكرا لوجودك معنا، بالتوفيق. مرسي. مشاهدينا اليوم ضيفتي كتير 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 سبيسيال، هي الضيفة يلي أنا رحت زرتها ببيتها. ولكن قبل ما انتقل للمنطقة محل ما رحنا ومحل ما عملنا هالمشوار أنا وكل فريق عمل صباح اليوم، في معي صبية رح تخبرني شوي أكثر عن هيدا الموضوع. غوا بونجور. بونجور، كيفك؟ سبا وانت؟ أنا منيحة. اليوم طمنيني كيف تيتا سلام؟ بتجني مثل ما تركناها؟ ايه. غوا اليوم حضرتك حفيدتها لتيتا سلام يلي انا رحت زرتها. هلا في كتار من الناس بيعرفوا تيتا سلام، وهيدا الشيء حسيته من خلال انستغرام، من خلال ستوريز يلي عم بحطهم انه ترقبوا تيتا سلام معي، ولكن في ناس كمان ما بتعرف تيتا سلام. يوم كيف بلشت شهرتها لتيتا سلام ومين ساعد بهيدا الشيء؟ صراحه تيتا سلام بالغلط يعني صار في هيك فيديو من حفيده ميشيل سألها هيك إنه قدي عمرك، وطلعت إنه لا هي مش عمرها 95، ولا كتير في عليها رد يعني العالم كتير تتفاجأ إنه قدي مهضومة قدي حلو الفيديو، وصاروا يطالبوه إنه بعد، وصار هو إنه مثل خايف إنه هي ما تتقبل هذا الموضوع أو إذا حكي معها ما تتجاوب، وهيك بلشت يعني صار كل حيالة فيديو أو حيالة جملة بتقولها تيتا سلام العالم عم تحبها. وعن جد يعني بعدنا لهلا ما حدا متوقع كان هذا الشيء يصير، حتى هي بتقول انه كل العالم بتحبني وكل العالم عم تيجي تسالني وتتصور معي. فهيك غوا اليوم بتعتبري انه لانه تيتا سلام شخص كبير بالعمر، لانه حدا عفوي، لانه حدا طبيعي، يعني اليوم تيتا سلام خليني اقول عايشه بالضيعه بعدها، يعني على البساطه، على المحبه، على الكرم، برايك هيدا الشيء الناس اشتاقت انها تشوفه خاصه من أكيد. ناس كبيره بالعمر؟ اكيد اكيد، وخصوصي انه تيتا سلام كثير حدا حقيقي وحبوب وبتحب كتير العالم، يعني منا إنسان هيك بعيد، إنسان قريب كتير من العالم وخصوصي بقلب الضيعة، فدجال العالم بتحبها، ومن بعد ما بلشت يشوفوها يعني سوشيال ميديا وهيك حبوها زيادة، فأكيد العالم اشتاقت لناس مثل تيتا سلام أكيد، وخصوصي بعمرها اسم الله يعني. صحيح صحيح، على كل حال هي تيتا سلام كتير مهضومة ومش معترفة بعمرها أبدا. أنا بدي أشكرك كتير غوا، أنا بدي أشكركم على كمية المحبة يلي شفتها، على كل حال بضيعة منيارة بعكار، على كل هيك هالألفة، وغير إنكم عائلة بتحب بعضها، ولكن بتحبوا كل الناس يلي بتجي لعندكم وجميعا مضيافين وكرامة. شكرا كتير على كل شيء، على كل حال عملتوا لنا واستقبلتونا أحلى استقبال. أنا وياكي غوا هلأ رح نتابع المشوار يلي عملناه عن تيتا سلام يلي موجودة بمنطقة منيارة بعكار. سلام، أهلا. كيفك؟ الله يرضى عليك. أنت منيحة؟ الحمد لله من فضل الله ويسوع المسيح، كتر يطول بعمرك. الله يخلي لنا إياكم وكلكم، يا الله يعفو عنكم وعن أهلكم. تعرفي نحن هيدا التلفزيون، أي تلفزيون؟ قالوا لك أي تلفزيون نحن؟ من وين جايين؟ قالنا ميشو. إيه؟ شو قال لك؟ أنا جايبين تلفزيون منشان يصوروا. أي تلفزيون؟ أي تلفزيون؟ أنتو إيه نحنا مين؟ هيدا ميشو مقصر، نحنا الجديد. الله تيتا سلام قدي عمرك؟ قدي عمرك؟ عمره؟ إيه ما نعرف أنا هلا نسيش قد. تعرفي شو قالوا لي؟ قالوا لي انه عمرك 100 سنه. وكهاني يقولوا لي كليته 100 سنه، قلت لهم اروحوا حاجه تزلط علي. اه يعني انت ما عمرك 100؟ لا ما عمري 100. 100 بقدر امشي، 100 بقدر اشتغل، لا. طيب تيتا سلام انت مبسوطه مع العيله؟
مبسوطة مع كل العالم، مع كل العالم. طيب مين أكتر شي بتحبي من العائلة؟ مين هيك أكتر حدا قريب عليك بتحبيه؟ بتصل في نعيم، بتصل في ميلاد، بتبنى كل صعب بالظهر. معمرين أنا شي مرت ميمو، مرت ميلاد. معمرة وحد رزق بتقشطي. طيب تيتا سلام كم ولد عندك؟ عندي يمكن شي 8 بنات. 8 بنات؟ 8 أو 8 ولاد؟ معك يلا ماري ليلى. تيتا سلام عندك 3 بنات وخمس صبيان. 5 بنات. 5 بنات وثلاث بنات معهم اسا. يعني هن 8 ولاد صح؟ 8 ولاد، 8 بنات. 5 صبيان؟ 5 بنات. 3 صبيان، عندك 3 صبيان تيتا وخمس بنات. مزبوط. اوكي. الكبيرة بنت، أكبر وحدة بنتي ليلى. ما في حان صورة منها. اوكي. لا. ما في صورة عنا. اوكي. أخذ ابنه لعبيته. اوكي. أخذ مدري كم صورة، بيو وخيو كلهم أخذوا. طيب تيتا سلام أنت كيف تعرفتي على جوزك؟ كيف تعرفتي على جوزك بالزمانات؟ تعرفنا عليه وخدني. مين أخذ الثاني؟ شو؟ هو اللي بده يينا قمنا كلها النالة. وقلت ايه؟ لك اوكي. وكانوا الله يوفق كل العولين. كانوا يغنجوك بيت حماكي؟ كانوا يحبوك؟ يعني حماتك وحماكي كانوا يحبوك؟ لا. ما حكوني ابدا الا حديث الحلو يحكوا لي. ومطرح ما بدي روح يقولوا لي روح يا الله. مطرح ما بدي. طيب تيتا سلام انت بتحكي بالسياسه؟ بتعرفي بالسياسه؟ بتحكي لا بالسياسه؟ لا ما بعرف سياسه. انا قاعده بالبيت كنت ماني رايحه مطو المدرسه ما تعلمنيها. ما رحتي على المدرسه؟ رحنا كم جمعه وطلعنا ما عود رحنا. كنا عجين صغيرين. ايه. قمنا طلعنا ما عودت على المدرسه. اليوم تيتا سلام كيف بتقضي وقتك؟ يعني اليوم شو بتعملي؟ بتطبخي بعدك؟ لكن بعدك تطبخي؟ لا لو عنا ولاد اسمع الله عنا خير الله ولاد. لكن صبيان وبنات. وبدك تعمل كل؟ بتطبخي لهم لقلهم كلهم؟ هلا بيجوا لهان ايام بيجوا بياكلوا عندي بالبيت، ايام بيروحوا على بيوته بيعملوا اكل وين. طيب تيتا سلام شو خبروك ولادك عن كورونا؟ شو خبروك عن كورونا؟ مش بدهم يخبرونا. ما قلت لهم انا لا تجيبوا سيرتي ما بعرف شيء من شيء. طيب حطيتي الكمامه شي مره؟ ما حطيتيها؟ ابدا ولا بحطها، لو لقيتها على الارض ما بي ما بحطها. ما بحب. طيب ليه؟ بدي خلقه. طيب وين عم بتروحي تيتا سلام؟ وين بتروحي؟ وين بياخذوكي؟ وين بتروحي بالضيعة؟ وين بياخذوكي؟ منروح عبت ابننا، عبت ميلاد، بتسلفة، بتسلفي نعيم، بتسلفي سعيد. هلا كمان هلا في كورونا بتروحي؟ هلا مع كورونا؟ ما روح وما بدي بروح. ما بدي. ما فارقة معك تيتا انت؟ لا ما انا فارقة معك. هل بيجيني يجينا، بيقلب لي بيروح. الله يكتر خير الله. من فضل الله ويجب. طيب تيتا سلام خبريني شو عم تسمعي اخبار هالايام؟ شو في بالاخبار؟ هلا انا لا بروح مطرح ولا بسمع بعد ببيتنا. طيب والاخبار؟ بيحطونا انه والله فلان اليوم منيح وبت فلان منيح وكلها انسدن. لا انا عم بحكي عن اخبار هالبلد، هالسياسيين بهالبلد. بيقولوا هيكي. شو بيقولوا؟ انه كثير اخبار، هالاخبار منيحه
ما يحكوا وغنى ما يقولوا انه كثير منيحه. والله نيالي كانت سلام الليلة ان شاء الله. يا ريت كلنا هيك الاخبار بتكون منيحه عنا. طيب وتيتا سلام انت بتعرفي انه ما في دولار؟ لا ما نحن كان يجينا من بلاد برا من اولادنا. هلا ما عم يجيكي دولار؟ اولادنا هلا كلهم هنيكي. الصبيان والبنات، في بنت في صبيان وبن وشي اربع خمسة. طيب تيتا سلام عم يبعثوا لك دولار دولار؟ عم يبعثوا دولار؟ كانوا بالاول يبعثوا. هلا؟ هلا لا. يعني ما معك دولار؟ ما معي معي من هاني من اولاد من هاللي يعني هاللي هانيش وكلهم بيعطوني مصاري بيقولوا لي خذها ميمو. طيب شو بتعملي انت بالمصاري؟ شو بتعملي بالمصاري بس يعطوك اياها؟ ما نعطيها للاولاد بياخذوها بناتنا صبيه بنتنا كمان ماري هاكوينا كلنا ما في منهم بيروحوا يجيبوا اكل بيجيبوا شيء هاللي بيجيبوا بيجيبوا كلنا ما في منهم. طيب تيتا سلام انت بتاخذي دواء؟ بشرب دواء هلا ما اشرب دواء هون هاني كلت نقعة من زمان وهلا ورمي ما توجعنا هلا لا ما بقى في شيء الحمد لله نشكر الله. انت بتعرفي تيتا سلام انت بتعرفي انه انت نجمه يعني انت مشهوره حدا مشهور بتعرفي؟ لا ما بعرف. ما بتعرفي انك مشهوره؟ ما بتعرفي انه ميشيل بيصور لك فيديو وبينزلون؟ ميشو بيعمل بياخذ بيجيب بيعمل هاللي بده اياه. ما معي خبر كل هالخبر اللي دخلني فيها انا ما معي خبر. قال لي حتى معي بتروحي على الاخبار بتروحي وين ما بدي. لك يا امي انا مني خارج روح دشر غيلي سم الله خير الله وليد. قال لي معلش مثل بعضها. بس انت راضي ما رحت بس انت ما. مبسوطه انه انت هلا كل الناس بتعرفك. ايه ما بالبيت ما بروح بس كل الناس بتعرفك بيصور ميشو الفيديو بينزله على السوشيال ميديا كل العالم بتعرفك بينزلوا على تليفونه بتعرفي كلهم بيعرفوني وبيحبوني كمان ايه؟ وما في شك انه كلنا بنحبك ايه؟ ما في شك ابدا ما في منه. طيب شو رايك بجيل هالايام؟ شو رايك بهالجيل هلا هالشباب؟ كثر خير الله. شو اسم الله هاللي بيعرفوا بيدلوا ما بيحبوا ما بيحبوا يقوموا من ايدهم يسمعوا اخبار ويسمعوا كل شيء. ايه بس مش غلط؟ انا ما بخليهم بلن خذوهم وروحوا انتوا اللي بدكم يعملوا. ايه بس مش غلط تيتا سلام يضلوا على هالتليفونات مش غلط؟ لا منو حق. مش منيح. منو مضبوط لا. طيب عايامكم شو كان في عايامكم؟ جيل قديم؟ في مدرسة وبس هذه هي. بس. نفوت على المدرسة وفي أخبار تجي حدا يعني هات ليك هات قولوا هات قولوا يحكوا ويتلاقوا شو. تيتا سلام بتعرفي مين رئيس الجمهورية؟ لا. ما بتعرفي مين رئيس البلاد؟ بتعرفي مين رئيس الجمهورية؟ ما بعرف لا ما بعرف رئيس الجمهورية. مني شايفته وليني روح حوليني. ما بتعرفي مين؟ ما بعرف لا ما بعرف مينه. طيب سمعتي شي عن انفجار بيروت؟ خبروك انه صار في انفجار كبير ببيروت؟ حدا خبر انه في شي ببيروت ومات من العلم وضل تعولي مثل ما بيدبر الله. الله الناس كلها يا رب الصحة والعافية هذه هي. قد ايه لك ما نزلتي على بيروت؟ أنا ما في مرة رحت على بيروت. اف رحت مرة وحدي ما بعرف لوين خط البنت ما كانت منها مبسوطة أن أخذني ورحنا وهذه هي ما عود عست لا من بيروت ولا طرابلس ولا هلا إلي طرابلس مدري شاد مني شايفتها بدخلها بتأهلها إما من طرابلس و
وجوزة يروح ويجي ومن هان من الضيعة هو ويروح ويجي ويروح على طرابلس. وقت اللي بدنا نروح نروح معه مع. طيب ولوين مسافرة تيتا سلام؟ أنا عرفت إنك أنت مسافرة، سافرتي عند بنتك؟ سافرت أستراليا. إيه دلات شي. وليش ما بقيتي هونيك؟ ليش ما بقيتي بأستراليا؟ ما بي ما ي... ما يشتغلوا ما ي... يدخلوا مصاري. لكن طيب وليش ما عم يبعثوا لك بنتي... مصاري؟ بنتي هنيكي و وفي عندها صبي مثله كمان. طيب وليش ما عم يبعثوا لك مصاري؟ ما يبعثوا. عم يبعثوا؟ ما هلا قلتي ما معك دولار. مين قال؟ انت قلتي لي. ما معنا دولارات. ليه؟ هلا بناخذ من اولادنا. بس ما هن ليش ما بيبعثوا دولارات من استراليا؟ لا ما 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 بعرف، ما عاد بعثوا لنا. ليش ما بتقولي لهم يبعثوا؟ بدنا نطلع بطليبي منهم. هن كانوا يبعثوا اللي بدنا اياه. والله ما ما نهدي الا يبعثوا خير الله. دولارو. هلا ما بقى في. لا العالم كلها ما حامل بايده دولار بقى. ما بقى. ما في. ما في لا. تيتا سلام، أنا سمعتك بفيديو، واحد من الفيديو اللي صوره ميشيل، عم بتقولي كلهم يعني كلهم، مين كلهم يعني كلهم؟ مين كله؟ أنت؟ أنت قلتي كلهم يعني كلهم؟ صوروها؟ إيه؟ مين إني؟ إيه ما بعرف. صوروا إنها؟ إيه. هلا بيجي غريب، مثلاً بده يصور الصبي بيصور هاكم. بس انت ليه قلت كلهم يعني كلهم؟ ما بعرف، كانوا ناسيين ايام بالاول. تيتا سلام؟ نعم. بس ما قلتي لي انت مين بتحبي اكتر شي؟ بتحبي مين؟ ميراي او ميشيل او مين؟ كلهم. لا بدك تسمي لي حدا، ما تقولي لي كلهم، بدك تسمي حدا. ما فيني ما فيني اقول لك عن فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ والله في ايام الانسان بيكون مضيع نفسي ما بيعرف شو بده يقول. لا بس انت اسم الله عليكي مش مضيعه ولا نتفه. ما مين ضيعه قدام ولا نتفه. منيح لك عن خلص. طيب تيتا اليوم اذا انا قلت لك هلا شو بتقولي لكل الشباب والصبايا؟ شو هي النصيحة اللي بتعطيهم إياها؟ يعني شو بتنصحي هالشيء؟ بلا بعطيهم الله يوفقهم ويخليهم بصحتهم وبعافيتهم لكل الأولين. ما أقول بس لناس، لخلي ناس كل الدنيا يا رب الله يعف عنا ويخليها بصحتها. الله يطول بعمرك تيتا وبعافيتهم، يعف عنا وعن أولاده. طيب تيتا سلام، شو بتقولي لكل اللي عم يحضروكي هلا من تلفزيون الجديد؟ الله يرزقكم الصحة والعافية. بس؟ ايه وكتر خير الله، ما من عند الله هالطليبة كتر خيره دخيله. هو الله بيمشيكم والله بيهديكم على كل المنيح. يعني هيدا احلى شيء تيتا سلام، هيدا احلى طلبة من تمك بنسمعها. ميرسي كثير. أول شيء مرسي لأنك استقبلتينا عندك، ومرسي لأنك طولتي بالك علينا، بعرف إنه نحن زدناها اليوم عليك، ومبسوطين كثير إنه كنت ضيفة برنامج صباح اليوم عبر الجديد، وأنا بعرف إنه أنت مثل كثير حلو لكثير من السيدات اللي هن عن جد كبار بالعمر، وأنتم بركة بكل بيت، يعني أنتم كل هيك المشاعر الحلوة، الحنان والألفة، وأنتم بتلموا العيلة. الحمد لله، كله محبة للأبد. ما بتبقى عمره بني آدم بيبغض التاني، لا أنا بحب كل الدنيا. طيب تيتا سلام، يعني بعرف سؤال رح يطلع سئيل بس الله يطول بعمرك، قبل ما تموتي شو هي الأمنية يلي بتتمنيها كنتي؟ يا ليتني أنا مت وخليت أهني ورايا وخلي أولادي بعد ليكي بعد هيك، وبصير بكي تأشبع بقول يا حرام دشروا ولادنا صغيرين وروحوا يا حرام علي يا حرام، بصير بعد بكي تأشبع.
ما ليش هلا الدمعة من عيني ما تنزل من على شيء، لا بكي ولا شيء، هاك بشوف الله سقطت عيني، الدمعة سقطت من عيني. يكتر خير الله، منقولي كل ما نروح ونرجع منقولي كتر خير الله اللي الله خليلنا اياه. جابوا كل من جاب الوالدان ثلاثة ويكتر خير الله. جبت أنا الله يطول بعمرك تيتا سلام ويخليكي لهالعيلة الحلوة وتضلك حاضنتيهم يا رب، إن شاء الله بتضلوا مبسوطين أنتو كمان. أنا كتير انبسطت أنه زرتك اليوم بالبيت وتعرفت عليك وتعرفت على عيلتك الحلوة. الله يبسطكم كلكم يا رب، كل شيء موجود هاد الله يبسط جميع الناس بجاهك يا بوردي. يعني أحلى أمنيات عن جد عم نسمعها من تيتا سلام. أنا بشكرها كتير على الاستضافة اللي كتير حلوة استقبلتنا ببيتها، وهي شخصية كتير عفوية وكتير مهضومة وحدا بيحكي من القلب. مرسي لمشاهدتكم. مرسي تيتا سلام، بشكرك أنا. بشكرك أنا، بشكرك لأنك استقبلتينا عندك بالبيت. ما قلنا شيء، ما قلت شيء. جيبوا صحن، جيبوا تفاح، جيبوا هاللي موجود بال 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 بالهديك. جيب أوما أنت، أوما جيبي هاللي بدك يا ماري عندك هني هنيكي. هالكنايين ما بيعملوا شيء، ما ضيفونا شيء، ما ضيفونا شيء، ما جيبوا لنا شيء، ما أكلنا. يلا جيبوا، جيبوا تفاح، جيبوا عنب، هاللي موجود جيبوا. ماي ما شربنا، قهوة ما شربنا. ما شربتوا قهوة كمان؟ لا. لا، ما عملتوا قهوة؟ أقوما أنا تخليكي هن يعملوا القهوة، قول أنتوا اعملوا قهوة. عن جد كتير مهضومة تيتا سلام، وكتير كانت حلوة القعدة وكتير لذيذة وعفوية، والله يطول بعمرها ويخلي لها كل هالعيلة الحلوة يلي حضنتها. طبعا في بعض أولادها بالغربة كمان منوجه لهم تحية، ولكن هي مصدر فرح وطاقة وأمل، وكل الإيجابية عن جد بتتمحور حول تيتا سلام. أما هلأ مننتقل لها حل. عم بحكي أنا وضيفتي ضمن فقرة إلها حل إنه بصراحة مش معروف مين بعده بعقلاته بهيدا البلد، نظراً لكل الستريس وكل التعصيب وكل المطبات البشعة يلي عم نقطع فيها. ضيفتي ريما بجاني، محللة نفسية بعلم النفس العيادة، واليوم رح أحكي معها عن تحديداً موضوع محدد، ولكن إذا بدنا نقول مين بدنا نعالج، كلنا بدنا علاجات. ريما بجاني صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. رح نحكي أكثر عن الصحة العقلية والنفسية للمراهق بزمن كورونا، خلينا نقول كيف فينا نضلنا محافظينه على عقلاته يضلوا صحيات. صحيح، لأنه مثل ما قلت لك اليوم الوضع استثنائي، الوضع صعب، وخاصة هو عمر دقيق شوي عمر المراهقة. Exactly. اليوم إذا فينا نقسمها قسمين، يعني هو المراهق بحد ذاته مثل ما قلت هو عمر دقيق، بس كتير حلو صراحة إذا بنعرف نشتغل عليه، لأنه نحن اليوم المراهق أنا حتى بتسميه pre-adult، هو هيدا الشخص اللي عم بيحضر حاله لعمر النضوج، بده يصير هذا الإنسان المسؤول يلي فاعل بالمجتمع وبحياته اليومية. اليوم عم نحكي عن هذا المراهق مع كل تقلباته بالمزاج، بالأمور اللي عم يقطع فيها، بالتغيرات الجسدية، إتو موضوع كتير كبير بالكوفيد 19. معلش خليني اسمح لحالي أقول شوي كمان بلبنان، هي مش بس كوفيد 19 والوضع اللي عم نقطع فيه، الوضع الاقتصادي، لأنه صح. صراحة تنيناتهم بيفوتوا باللعبة. اليوم يمكن اول شغله هيك بتخطر على بالي وقت نحكي، بتعرف المراهق هو كثير بحب يظهر، بحب يكون عنده اصحاب. أكيد. وبنفس الوقت ما تنسي المراهق بهيدا العمر شوي مش بتتزعزع ثقته بذاته، بالعكس هو ثقته بذاته رح تكون كثير عاليه، بس بنفس الوقت عنده هذا الخوف بنسميه نحن انكونسيون، انه اليوم اذا اصحابه رح يتقبلوه او لا، بيروح في صوب الاخر، صورته عن ذاته مع هالتغيرات كلها عم بتصير. واجت
كوفيد 19 بتقول له ما فيك تشوف حدا، خربت الدنيا. خربت الدنيا يعني اللي عنده شوية تندانس يمكن انه هو يكون منغلق على ذاته اجت على الاد، ويلي عنده لا بحب يظهر ايتو عطته عملت له ازمه من ثاني ميله. يمكن النقطه الاساسيه لازم نقولها، نحن كثير استعملنا كلمه سوشيال ديستانسينج، وانا صح. كنت ضدها من الاول، انا بقول فيزيكال ديستانسينج، يعني بالعكس انا اعتبرت الكوفيد 19 يمكن هيدي اول شيء بقولها للمراهقين، استفيدوا من كل فرصه، والاهل كمان يعني كمان الاهل يوم عملوا كثير اذا بدك بانيك، مش عم نلومهم ابدا ولهم حق صحتهم يعني اكزاكتلي وصحه اولادهم فوق كل اعتبار، بس اليوم اذا بستعمل بلش بالتعبير social distancing مع مراهق هو بده ينسحب من الحياة الاجتماعية اجت على الأد، بعتقد هي أول أزمة عملت له حس حاله هيك منعزل automatically يعني بحبس خلينا نقول exactly، والمجتمع عطال approval أنه أنت إيه فيك تقعد اليوم هلأ ما تتعاطى مع حدا. يلي أنا شو كنت بفضل يصير physical distancing، استفيد من كل السوشيال ميديا اللي عليها. لازم نغير للتايب تبعي، ما تبطل سوشيال ديستانسينج لانه صار عن جد انه منغلقين على حالهم زياده، يعني حتى مثلا انا صرت بعرف شوي خليني اقول من المحيط تبعي لما يكون في مراهق ما بدهم يظهروا، صحيح يعني وكانه تعلقوا بالقعده بالبيت، خليني اقول تعلقوا بالايباد بالموبايل بالفيديو جيمز، بس هذا مش حل اكزاكتلي. مشان هيك اليوم اذا بروح على النقطه الثانيه، نحن اليوم قلنا لو قاعدين بالبيت او بتذكر اول ما بلشت الكوفيد 19 ما كنا عارفين اكزاكتلي قلت لهم بليز خلوا يكون في على طول بروجرام، يعني نحن اليوم مش انه قاعدين كل النهار بالبيجاما بالاوضه كل الوقت. وبتعرفي هون يمكن خليتيني ضوي على نقطه اساسيه انه المراهق شوي بيسحب حاله من حياته مع اهله، صحيح بده يعمل حياته لاله، صحيح كمان اليوم صار زياده الاهل كمان كان شوي يمكن عندهم القلق يلي نحن حكينا عنه قبل شوي، عندهم كمان المشاكل اللي عندهم اياها، تركوا شوي الامور تمشي بهيدا المنحى. لا، مراهق بده يقوم بده يغير ثيابه، بده يكون عنده بروجرامه، بده يتواصل مع اصحابه ثرو مثل ما قلنا السوشيال ميديا والتكنولوجيا المتاحه بين ايدينا هلا نستفيد منها بطريقه ايجابيه، يمكن حتى يصير يتواصل مع تيتا وجده اكثر. بتعرف المراهق شوي بيسحب حاله من الحياه الاجتماعيه العائليه، انا اليوم بتفشهم انه اكثر من خلال هيدي الكاميرا والاحاديث يشتغل على الكوميونيكيشن. انا اليوم المراهق اهم شيء عندي هلا مثل ما عم بتقولي عم شوف تداعيات هيدا الوضع، انه نحن اليوم هالمراهق ما بقى عنده سكيلز، اكيد ما عم نحكي عن الكل، في فئه معينه ما بقى في فوكابولير يلي هي البقى با يعني الاشياء البسيطه، ثقته يعمل هالكوميونيكيشن، ثقته يروح صوب الاخر هي يلي لما بيقعد المراهق وقت طويل بالبيت الثقه بنفسه بتخف بتقل، او انه لا ممكن لما يرجع يتعاطى مع العالم بيرجع بيتذكر خليني اقول كيف كانت ماشيه حياته قبل ما يكون عايش بهالانزوا وهالانطوائيه. تربيا هي كمان قسم اذا بدك شخصيتين انغول، الشخصيه الاندفاعيه يلي بتروح صوب الاخر ايتو بالمبدا ما رح يكون عندها هالمشكله كبيره. أوكي. بس بالاول نحن بنقول في البراتيك نحن ايه ما نرجع نتعود كيف نحكي كيف ناخذ ونعطي كيف نركب جمله. اوكي الشخص لا يلي كان عنده ديجا شويه ديفيكولتي شويه صعوبه بهذا الموضوع ايه بده شغل، مش هيك انا قلت له يكمل كوميونيكيشن، الثقه بذاته بانه قادر يقوم بهيدي الخطوه. نحن شو يعني الثقه بالذات؟ انا اليوم الكونفيونس ان سوا والسلف استيم النظره عن ذاتنا ما بحطها ان جنرال، بحطها ثقتنا بذاتنا بالمجتمع مع العائله مع الاصحاب بالدرس بالاكتيفيتيز اذا بيلعبوا ايش بيعملوا اكتيفيتيز. سو في نقطه من هالنقاط عم بتخف بيلاقي حاله لا السكيلز منا موجوده قدراته راحت لانه ما عم يعمل براتيك. صحيح. مثل بالتيوري تتعلمي تيوري بدك تعرفي حالك اذا قادره تطبقيهم او لا، هون اذا بدك بيكون الخلل بمحل معين واكيد برايي بياثر على شخصيته من معنى واحد. الشباب ام الصبايا مين اكثر منهم هيك عنده تانداس للعزله او انه ممكن يكون اثر عليه كوفيد 19 بشكل سلبي اكثر؟ نحن اذا بدي ارجع للبسيكولوجي بيقولوا انه في يعني السيدات صبايا ما عندهم مشكله بالكوميونيكيشن بالتعبير وبالحكي وبال كل عمرنا بنحب الحكي اكزاكتلي بينما الرجل بحب براكتيكال اكثر بيقول الشيء البسيط. انا بلاقي هيدي ايجابيه فينا على كل حال اكزاكتلي بنعبر صح 100% من هالمنطلق برجع لك للمراهقين ما عندي فتيات او أوكي. شباب لانه اوقات بتلاقي شباب عندهم الانزوا لانه اليوم بهيدي المرحله برجع بعد لك النقطه الاساسيه هي اليوم عم يثبت حاله، نحن بنسمي الادوليسانس وهذا هلا عم يفرض حاله ورح يكون هيدا الشخص بعدين. أوكي. هون كيف بده يكون؟ مين المثال اللي قدامه؟ امه وبيه كيف؟ المجتمع، الاصحاب، شو بقى شو الاكسبيرينس اللي قطع فيها؟
هو كلهم بيفوتوا أنجر. طيب ريما، إمتى الأهل بحسوا أنه لازم يكون في تدخل لبسيكولوج مع ابنهم أو بنتهم؟ هلأ أنا أول شيء أكيد عطول بتفش الأهل يكون في علاقة ثقة من أول نهار بيخلقوا فيه الأولاد. أنا بالنسبة لي هذا شيء كتير ضروري، الولد يكون مرتاح أنه أنا اليوم قادر روح صوب أهلي لو شو ما كان الوضع، ولا مرة يحسسون أنه في كريتيك أو في ججمان أنه انتقاد أو عم بيلومون، لأنه هيدا الشيء بالمراهقة ببلش يبين، بسرعة ينسحبوا لورا. من هالمنطلق بقول من أول نهار الأهل بده يكونوا عم يعملوا هالأوبسرفاسيون بدون بس انكزايتي، بدون قلق، والقلق أوقات بيضرنا ويتخطى حدوده. مثل ما قلت الأهل بيخافوا على أولادهم، هيدا طبيعي، بس ما يخلوه يسحب كتير. يعني إذا ابنهم قاعد ساعتين بالأوضة ما خربت الدنيا، بس إيه يطلعوا عليه يتأكدوا يشوفوا سمتومات أكتر، بدي يشوفوا زعل، علامات زعل، علامات مش بس قاعد بالأوضة هو عم ينزوي، ما بقى عم يحكي مع أصحابه، يلي هو الوضع دقيق هلأ بالكوفيد 19 مش قادرين نعرف صحيح. لأنه الوضع مش هيك عم نقول سوبر دقيق، مش هيك بدها تكون أوبسيرفاسيون كتير دقيقة من دون ما نكون وهيك عملوا الأهل، من دون ما نضغط عليهم كمان للأولاد، لأنه الردي هن تعبانين نفسيتهم من العادة بالبيت. exactly. وعطوا العطوا للحديث معهم بدي يكون communication، يسمعولهم كتير. عندهم تندانس الأهل، أنا بعرف أنا بفهم عليه شو بده، لا ما بنفهم عليهم شو بده. انا بقول لي انت ما بتعرفي هيدي ضروريه بليز اذا قالوها طمني بالك، لانه ولا بالمراهقه وقت يقولوا لك الاولاد هيك انا بقول لهم شغلتين اساسيتين، وقت يقولوا ان هم بيعرفوا اكثر منا ووقت يكرهونا. طمنتيني عم نعمل شغلنا صح، بس من هنيك بدنا نكمل شغل. لا طبعا اكيد. فاذا نكون موجودين بطريقه كواليتي تايم انا بسميها، موجودين حاضرين بس مش ضاغطين اذا بدك هيك، وينتبهوا على علامات سوبر هيك واضحه، بس كمان من بعد ما يشوفوها يسالوا له بركي عن جد. اوقات نحن بيطلع بالنا نقعد يمكن بالاوضه ما نظهر منها اذا كثير اوفرلودد ومشغولين، بس نكون هالقد ضايقين. بدي اقول لك شغله كمان ريما، حضرتك اليوم منك طبيبه، ولكن البسيكولوجي خليني اقول بتكفي الطب، لانه نحن هلا بين نبعت ما بنبعت، مدرسه مش مدرسه. اليوم الاهل عايشين ب خليني اقول علامه استفهام كثير كبيره. صح. المدارس فتحت ابوابها، ولكن كل يوم بينبعت فويس اكيد مثل ما أكيد. انت عندك على الجروبات كلها بالمدرسه، الدكتور الفلاني بيقول ما تبعته، الدكتوره الفلانيه بتعاكسه بتقول لا ابعته. يعني الاهل اليوم تترجع شوي العجله، خليني اقول الاجتماعيه تدور، لانه اوريدي في مقاس كثير اقتصاديا، خلينا نقول اجتماعيا. تنصح الاهل يبعثوا اولادهم؟ عم بحكي صحه نفسيه اكيد. اليوم رح اقسم لك اياها قسمين بالطب. نحن اليوم انا على طول كنت اقول بنسال بنطمن بنعرف العوارض بنعرف كيف بتنقل، طمنا بالنا هون بنعرف نحطينا حد لهالقلق. انت ما تنسي هو اللي عم بيحرك الاهل هو القلق. صح. وانا كنت اقول لهم وانس اخذتوا جواب دقيق وواضح ما بقى تسالوا، لانه بتضيعوا. خلصت هون اذا بدك هذا الكتي من هونيك ورايح. اكيد صحه نفسيه انا اكيد مش مع الاولاد يضلوا بالبيت، بس بوقت يكون الاولاد هالقد واعيين. هون بتقولي ريما كيف نتكل على وعي الاولاد؟ فينا نتكل على وعي الاولاد. اليوم انا وقت اربي اولادي انه انت اليوم وقت تكون بالمدرسة ما بتقرب على أصحابك، الماسك على طول حاطه معك، الأدوات التطهير كل الوقت، إذا مسكت شيء دغري رجع غسل إيديك، لأنه نحن طمننا بالنا إنه نحن اليوم هيدا الفيروس إذا غسلنا بيروح، إذا ما تنفسنا بوج بعضنا ما بينقول، إذا حاطين الماسك نحن محميين، إذا الكل حاطت ماسك. اثنين عندك ثقة بإدارة المدرسة إنه عم بتتابع هيدا. ثالثا نحن اليوم إذا هو كان مسؤول عن حاله، برجع نقطة الأساسية وعارف بيعمل حتى للصغار، وأنا كتير دقيقة بهذا الموضوع. اليوم نحن كيف منحط الرولز؟ إذا في الثقة في الكوميونيكيشن في اللوجيك، أولادك رح يقبلوا منك. أوكي. مش هيك وقت يقولوا للأهل ريما ما بيسمعوا أكيد في خلل بهالثلاث أشياء. أوكي. يا منعطيهم أوقات أوامر، أعطي أوامر انتبهي وأنا ضدها أكيد، instructions اللوجيك منا ابدا منطقيه، يا ما في كوميونيكيشن هيك بده يصير، او مش عاطينهم هالسبيس هالحريه. انا كيف بعرف انه بدي اوثق فيه اذا ما اعطيته شويه حريه بالبيت؟ والمراهق بعد اكثر من الصغار. المراهق انا اليوم تقول له اعرف انه انا اليوم رح يمشي بالانستراكشنز، اول شيء بدي طمن بالي انه هو واعي انف عارف شو بده يعمل، وانا بوثق فيه، هو بده يعرف انه انا بوثق فيه تيقدر هون يشتغل عليه. أنا كأم هون كمان تكون واضحة تما يقول المشاهدين أنه عم بحكي، يمكن أنا كأم ولادي راحوا على المدرسة مع هود الانستركشنز بحاجة صراحة، أول شيء مثل ما قلت للعجلة الاقتصادية ونتكل على وعي الناس. هون معلش خلينا ندور شوي، يمكن ولادنا عم يكونوا شوي أوعى من بعض الناس اللي عم نلتقي فيهم اللي مستهترين بالفيروس ومنهم مصدقين. سو أنا اليوم
في وعي معين بريز دو كونسيانس من اللي كتير بحب هالكلمة، ندرك أهمية وخطورة الموضوع من دون ما يكون عم بيسبب لنا أزمة وقلق، قادرين نكمل حياتنا بطريقة شبه طبيعية مع كل الأشياء المستلزمات الضرورية تكون موجودة. في نقطة نحن مرقنا عليها هيك مرور الكرام، ولكن كمان للمراهق تحديدا بحس أوقات إنها مزعجة، هو الموضوع الاقتصادي. يعني صح. اليوم برمت الدنيا، الأسعار شبه خيالية. صح. يعني اليوم المراهق لما عم بيطلب طلب، أغلبية خليني أقول ونكون واقعيين، أغلبية الأجوبة عم تقول لا ما فينا هلأ نجيب. صحيح. هيدا الشيء اللي أنت بدك إياه، سواء كان إسبادري أبسط الأمور. صحيح. أو هودي أو تيشرت أو شو ما كان. طيب هون هل لازم ندخل المراهق بكل هالتفاصيل، أو أنه كيف لازم نشرحها تتمرق سامبل بسيطة؟ تربية. هون ضويتي على نقطة أساسية، أنا عطول برجع فشخة لورا. الفشخة لورا أنه إحنا عطول لازم يكون هون، طيب ما يطلع عنا أفان جاتي كمان، أنه هالولد يلي عنده كل شيء حصر على كل شيء وما بقى عنده رغبة بالأشياء. ضروري يكون أصلا وضع اقتصاد منيح أو مش منيح نكون فيه لأ. صح. لأنه لأ ضرورية. اثنين، الوضع الاقتصادي حكينا او ما حكينا، الولد الى بصوغ بلانغواس دي بارون، يعني بيشرب القلق تبع الاهل. أوكي. وبيحس فيه. رح تتفاجئ اوقات اولاد صغار بيسالوا ما عاد معنا مصاري او لا. هون اكيد انا ضد اوصل على سؤالك، وعند المراهق نقول انه ما معنا مصاري، هاي الكلمه بحد ذاتها او ما بيقدوا او هلا مش وقتها، بمعنى ما معنا مصاري ابدا ما نرتبطها فيها، بس بنحمله مسؤوليه. أوكي. مثل ما بلشت بالاول انه اليوم المراهق صار واعي، يوم اكيد ما عم نحكي 12 13 مع انه صاروا كثير واعيين ل 12 13، خلينا نطلع يمكن 14 15 اي بلس، انه اليوم الوضع استثنائي، نحن ماشي حالنا، نحن كثير منيح، لانه ما يخاف، لانه فيك تخلقي له قلق انه رح نقدر ناكل بقى، هالقد فيها تروح براسه للمراهق اذا عنده الارض الخصبه. بتعرفي ما بنفق الاوقات، الاهل ما بيكونوا عارفين قد ايه هالشغله بتكون خطره. سوبر. للولد، يعني يمكن بيحكوا بطريقه طبيعيه، ولكن ليكي انت عم بتقولي لي انه بيبني براسه افكار انه ممكن ما ناكل بعدين. اكزاكتلي، فيه يوصل انه ما بقى معنا ناكل، هالقد وبتعمل له قلق وبيروح على الثيرابي من وراها، وفيها ما تبين اليوم، وهون وقت نحكي عن PTSD اكسترا، عن الصدمة فيها تبين هيدا القلق، يمكن بعدين على عمر 50-60 سنة تكون بعدها موجودة هيدا القلق، انه انا اليوم يمكن ما بقى رح اقدر اكل، رح انكب من بيتي، تخيل اي درجة فيها تكون دقيقة. بدنا نحمل المسؤولية من احنا وصغار، مش هيك قلت لك انا مع تحميل المسؤولية، اليوم مصروفك هالقد لازم يأديك، الاشياء اللي وقتها او مش وقتها، بمعنى انه اليوم انا عندك 3 اسبادري، ليه بدك الرابع؟ اكيد نحن كنا عم نحكي بالاوقات الطبيعية، بحاجة لإله، في ناس في يوتيليتي، انا هالكلمة بحبها، يوتيلي تكون إلها لزوم، إلها لزوم، ما ضروري اللزوم حقيقة، يعني انه هلا بده الاسبادري ما بقى عنده، يمكن لزوم انه يمكن عيد، يمكن ما بعرف عبالك انت هيك تعملي له سربريز، نحطها بهذا الاطار، يحمل مسؤوليه، ابدا ما يفوت بالديتايات معنا مصاري او ما معنا مصاري، هن ينتبهوا الاهل ما يحولوا هيدا الشيء لو بطريقه غير مباشره، وينتبهوا شو يحكوا قدام الاولاد، بس ما يستعملوا ما يعملون كانه اولاد صغار. هون المراهق بيزعل انه شو مفكريني ولد ما انا بعرف، يعني مش شو في ما في شيء، هيدي منا منيحه ابدا. اوكي. فاذا بيطمنوا له باله نحن اوني بيان، الوضع الاستثنائي في هلا انا بسميها سيرفايفنج مود، وخلينا نقول انه فيني يقولوا كمان الاهل انه الوضع الاستثنائي مش علينا، على كل الناس، هيدي واضحه، يعني حتى لا نشمل. exactly. كل العالم ما يفكروا الاولاد انه هي الوضع بس طايلهم لهم، يعني اكزاكتلي. exactly. مشان هيك اليوم تنقول مراهق، انا في انا صراحه مع حتى شرح الاوضاع، لانه انا اخرت النهار هذا المراهق رح يصير مواطن اخرت النهار. صح. وهذا المواطن انا عايز يكون عنده كل الوعي اللي عايزته للمجتمع. اوكي. سو مشان هيك انا في اشرح له الوضع كيف، وقت اقول سيرفايفنج مود شو يعني، يعني المعنى ايه هون، لازم يكون عم نشتغل هلا عليه ناكل نشرب الامور الاساسيه تنقدر بس تقطع هالمرحله اللي هي على الكل نرجع ننطلق. هون اذا بدك الفكره الاساسيه بتطمني له بهاله انه انا اليوم في هي مرحله ممانطنه. اوكي. موقته، نحن اكيد قادرين نقطعها كلها ونرجع بنكمل حياتنا. يعني ريما بجاني شكرا على كل هالانفورميشنز، على كل هالمعلومات المهمه يلي اعطيتينا اياهم، خاصه فيما يتعلق عن جد بالتعاطي مع المراهقين، لانه هو عمر كثير دقيق. صحيح. ما بين الطفوله وما بين خلص الادولت يعني. صحيح. فشكرا كثير، والاهل اكيد استفادوا من كل هالمعلومات اللي اعطيتيها. اخر بريك بصباح اليوم، وبنرجع لاخر فقره وهي لنعرف اكثر عن ايليت. اخر
اخر فقره بصباح اليوم هي لنعرف اكثر مع ايليد، دائما بترفقني من اسبوع لاسبوع، وهذا الاسبوع ضيوفي مصطفى الزين مدير حسابات الزبائن بايليد. اهلا وسهلا فيك مصطفى، صباح الخير. وسابين الحايك مديره قسم مواقع التواصل الاجتماعي، القصه كلها يعني. اهلا وسهلا، كيفك؟ ماشي الحال، ماشي الحال، رقتي هيك كول وهيك كل شيء تمام. اليوم الموضوع بفتكر بهم الاكثريه، خاصه اصحاب البزنس، خلينا نقول تعرفوا مصطفى وسابين انه في كتير محلات وفي كتير براندز عم بتسكر بلبنان، وناس ايمتى خليني اقول وما انا عارفه شو البديل. اليوم في حال انا بدي اعمل بزنس، كيف بقدر واليوم كله اونلاين، ما بقى في اني اروح على المحل، صارت كتير قليله هيدي الشغله، كيف بقدر انطلق؟ بلش بانستا، بلش بفيسبوك، بلش بعمل بيج لإلي، كيف فيني اسوق للمنتجات تبعي؟ مزبوط، حسب مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه هلا نحن تواجدنا على السوشيال ميديا كثير ضروري، وسبشلي انه نحن من وراء الوضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه بلبنان، وزياده كمان اجت كورونا، سو كله اثر على بعضه، العالم صارت كثير متخوفه صح. وصارت كثير عم تتواجد ببيتها اكثر من انه عم تظهر على الستور، او مثلا يروح على الشركات، كثير سكرت محلات، كثير سكرت، بس العالم ما فيها كمان تقعد بلا شغل، يعني عم بتحول البزنس تبعها ليصير اونلاين. فهون خلق فيسبوك وانستغرام، خلقوا مثل بلاتفورم بتكون سهله على العالم ليقدروا يطوروا البزنس تبعهم اونلاين. فاولا خلينا نبلش نحكي انه تواجدهم ليكونوا على السوشيال ميديا، وذر كان عم نحكي عن فيسبوك شوب او انستغرام شوب، قبل ما نوصل لهالمرحله تواجدهم على السوشيال ميديا صار ضروري. كل شركه مجبوره تكون موجوده على السوشيال ميديا، بغض النظر اذا سكرت مكاتبها ومحلاتها او محلاتها او لا، تضلها شوي عم تعمل اويرنس وتعرف عن حالها، وتكون ضلها موجوده انه العالم تعرف عنها. هون الحلو انه فيسبوك وانستغرام خلقوا شيء اسمه شوب. هلا على فكرة بس فوت على انستا بيطلع لي هيك شيء فوق صح، انه شيء له علاقه بالبزنس تبعي او شيء، ما هيدا هو اللي عم نحكي له، هيدا اللي عم يطلع عندك فوق هو مشي، طوروا ابديت عملوا، صارت بدل فيسبوك مانجر صارت بزنس. ما تخبري حدا، ما تخبري حدا، هيدا هي الفرق. هلا هون الفكره انه وقت بدنا نجي نحن نبلش نحكي عن فيسبوك شوب وانستغرام شوب قد ايه اهميتهم، انه نحن من وراء الوضع الاقتصادي ثلاث ارباع الشركات سكرت بويبه، ثلاث ارباع المحلات اضطروا يسكروا لانه العالم ما بقى قادرة تدفع أجاراتها صح. سو هون العالم بدها تنتقل تقعد ببيوتها، بس at the same time بدها تكمل عم تشتغل. الحلو انه فيسبوك وانستغرام طوروا هيدا البلاتفورم اللي بدنا نسميها نحن فيسبوك شوب وانستغرام شوب، لتصيري كأنك موجودة عم بتبيعي، يعني كأنه عم نحكي اي كوميرس ويب سايت، بس انت موجودة على فيسبوك وانستغرام. يعني انت you're doing it for free. اما وقت بدك تيجي تعملي اي كوميرس ويب سايت اللي هو اكثر متطور، بدنا نعتبره اكثر بروفيشنال شركات، وعم بكلف مصاري exactly. هون فيسبوك وانستغرام عملوا لك هيدا الشيء لتكوني انت متواجدة وتكوني عم بتبيعي اونلاين. اكيد بالنهاية نحن وقت بدنا نحكي عن فيسبوك شوب انستا شوب، العالم بدا يكون اول شيء عندها بيج، وبدا تكون ملنكة لبزنس اكاونت لتقدر تخلق هالفيسبوك شوب او انستغرام شوب. هلا هون يمكن مصطفى شوي بيقول لي كونك مدير حسابات الزبائن، يعني اليوم انا لما يكون عندي بزنس شو ما كان البزنس، ان كان فود، ان كان تياب، ان كان شو ما كان، حتى لابتوب يمكن فيني بيع، اليوم كيف تقدر تخليني انا ككلاينت عندك كون مميزة عن غيري، من لانه بما انه كله نقل اونلاين، يعني صارت الاعداد ضرب 3 و4 عم ببيع او اكثر حتى. نحن اول شيء دائما بايليد بنهتم كل زبون في له ايدنتيتي محدده له، نحن بنشتغل له عليها حسب هو شو عم بيبيع، شو السيرفيس اللي عم بيبيع، شو البرودكت اللي هو عم بيبيعه، بنعرف هو، بنتعرف على الزبون اكثر. اوكي، على اساسها نحن بنشتغل له. هلا مثل ما قالت سابين، نحن بنبلش مع الزبون دائما بحال حسب البادجت تبعه له. اول شيء شغله بس بدي اقولها، نحن ما فينا بال 2020 يكون في بعض شركه صغيره كبيره اي بزنس منه موجود اونلاين اونلاين او ما عنده ويب سايت. الويب سايت بتعطي قيمه، بتعطي فاليو لهيدي الشركه، هويه. فنحن بنشتغل له عليها، بنخليه يكون موجود. اي حدا منا بده يفوت، بدك تدوري على اي برودكت اي سيرفيس، كيف حتبلشي؟ حتبلشي تعملي سيرش عليها. وهون نحن بنبلش، خاصه نحن قلنا باللوك داون الكوفيد كل شيء نحن بنمرق فيه هلا عم يجبرنا اكثر انه نروح اونلاين. يعني الموضوع صار كرمال سيفتي، كرمال كثير عوامل، يعني بطل الشواء الاونلاين اليوم صار ضروري منه خيار. اكزاكتلي exactly. هيدا هو اللي عم هو هيدا اللي وصلنا لهون، وهيدا اللي حنكمل فيه. يعني نحن ما حنوصل لمرحله نرجع لورا، لا نحن صرنا اونلاين وحنتطور بالاونلاين. okay. عشان انا بدعي كل الشركات، اي حدا اي بزنس صغير كبير، لازم يكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، وعنده كمان الويب سايت اللي بتعطيه الفاليو، القيمه له، الهويه
تبعوا له. من هذا المنطلق احنا من هون ببلش نشتغل مع اي زبون كاي كوميرس ويب سايتس. نحن كثير مركز عليها هلا، مع انه نحن بنفضل انه حتى اذا الشركه ما بتبيع شيء يكون عندها ويب سايت صغيره اللي عباره عن انفورماتيف ويب سايت، حتى كانت ان جي او فيها تكون موجوده عم تشرح عن حالها، انترتينمنت، يعني شو ما كان الفيلد قادرين نحن نشتغل فيه. فهم بهيدا النقطه نحن بنبلش نشتغل مع الزبون. ونحن قلنا بايديت كيف بنشتغل بالاي كوميرس ويب سايت، بنشتغل بالنسبه لللوجو للايدنتيتي للالوان تعوله، من اصغر ديتيلز بنركز معه قدام بنضل عم نتابع الزبون. يعني نحن بنحاول ما نشتغل للزبون مره ونسلم الويب سايت وخلص هون، لا بنضل معه بنكمل معه شهر واثنين وثلاثه وبنعطيه مينتنس لمده سنه واكثر كمان. ونفس الوقت نحن خلقنا خلفية هي الباك اند لهول الزباين ليقدروا يتحكموا بالويب سايت تعونهم، انه كلنا بنعرف بعد ما تعملي اي ويب سايت لاي حدا بفوتوا بيشتغلوا عليها او بتسلمي اياها ما بيعرف يتحكم فيها. هي انا لا نحن هم بايليد عملنا باك اند كثير فريندلي، قادر اي حدا حتى لو ما عنده اي اكسبيرينس بالانترنت، يعني كيف بتشتغل على الواتساب هالقد هي كثير هينه، بتفوتي على الباك اند نحن بنعلمه لها بنعمل له تريننج بيفوت على أساسها وبيبلش يعدل اذا كان برودكت اسعار بكثير اشياء بطريقه بيزبطن على طريقة. صحيح مزبوط. اوكي سابين اليوم قلت انه بدي بلش فيسبوك وانستا، اليوم الناس عم بتلاقي حالها مرتاحه اكثر تشتري عبر فيسبوك وانستا؟ هلا بضل في خوف عند العالم، يعني انت حيلا ويب سايت اذا بدك تشتري منه بتضلك خايفه انه يصير ينعمل لك هاك على الكريدت كارد تبعك تنسرق، بس هلا صار في كثير سكيورتي. بعدين هلا شو بدهم يسرقوا؟ ما بقى في شيء هلا اصلا يعني أأمن وقت واحد يشتري فيه من الكارت تبعه. فالموضوع هو والفكره انه من هالناحيه كثير صار في سكيورتي، يعني العالم ما بقى تخاف سبيشلي انه ما بقى عم تنزل فيزيكلي على الستورز لتشتري او على هيدا، سو افضل لانه اكيد تو شيفت اونلاين. وبلس كمان بدنا نقول شغله انه العالم نوادي صارت ليزي، يعني صارت بتفضل انه الشغله تجي لعندها وما تروحي تتعب وتايم كونسيومينج وتنزل على السوق، تجي لعندها. فهون وقت انا كنت عم بحكي عن فيسبوك شوب وانستغرام شوب، الحلو فيه انه اتس فور فري، يعني الواحد عم بيعمله فور في، فيك تنزلي unlimited number of items، يعني العالم مثل كأنه عنده ميني اي كوميرس ويب سايت على فيسبوك وانستغرام. فيهم العالم يعملوا ترانزاكشن دغري يدفعوا لفيسبوك ولا انستغرام. وفي طريقة تانية كمان نقدر نحولهم على الويب سايت على الاي كوميرس ويب سايت، يعني انا اذا الزبون هدفه يجيب الترافيك على الاي كوميرس ويب سايت من فيسبوك وانستغرام شوب انا بقدر احولهم على الويب سايت. واذا منه قادر يعمل انفستمنت للاي كوميرس ويب سايت يكون عنده اي كوميرس ويب سايت دغري بيشتري من هنيك. هلا اكيد فيسبوك وانستغرام بدهم يستفيدوا at the end of the day بياخذوا ترانزاكشن، بس بالنهايه هن عم بيامنوا لك اي كوميرس ويب سايت فيك تعمل فيك تعمل بيع عليه بزنس، يعني بالاخر عم بخلوك انت تستمري بالبزنس تبعولك لانه اضطريتي انك توقفي خليني اقول فيس تو فيس حولتي اونلاين وبالتالي عندك صار الاستمراريه. صحيح مزبوط. وهيدي يلي عرفته انه هيدي اغلبيه اصلا البراندز العالميين يلي اصلا ما كان عندهم اونلاين اضطروا خلال مرحله الكوفيد 19 انه يخلقوا اونلاين احسن ما يسكروا، يعني اضطروا يتوجهوا. هلا الفرق نحن بس اللي كنا عم نقوله اللي بدي زيده على اللي قلته سابين انه البرسنتج اللي بتروح اذا انا بدي بيع عبر الانستغرام حتكون عاليه اللي بده ياخذها الانستغرام او الفيسبوك، بس بالفرق اذا حولناهم على هيدي الويب سايت حتكون كثير قليله او يمكن تكون 1% اللي هي بتكون بس عبر الشركه اللي عم بيدفعوا على اساسها. صحيح. ونحن بالاي كوميرس ويب سايت كمان بنقدم لهم كذا خدمه، هي الكاش اون ديليفري، وفي على حسب اذا بدهم يدفعوا بالكريدت كارد باي كارد اذا كان بلبنان واذا كان برات لبنان. نحن كنا اشتغلنا معكم بس ضمن لبنان، هلا عم نشتغل مع فرنسا، عم نشتغل مع الجولف، مع الخليج. هذا اللي خبروني اياه مع السعوديه، فكمان عم نشتغل لبرا وعم نقدم لهم سيرفيس حتى كمان بالبلدان اللي فرق التوقيت بيناتنا عم نقدر نكون كمان معهم اغلب الوقت، عم نعطيهم كمان كل الدعم والسبورت لانهم لنكون حضنهم كل الفترة. ما عم بتنام يعني؟ لا ابدا لا، بس هيدا الشغل بحس فيه حماس هيدي الفتره. صح. وفيه هيك تشالنج، هو تشالنج دائما كل بروجكت نحن بناخده هو عم يكون تشالنج لنا خاصة بهيدا الوقت. وديك مرة أنا حكيتها مرة قبل، في كتير عالم ما كانت أو أنواع شغل ما كانوا يفكروا يعملوا مواقع إلكترونية. صح. هلا صاروا عم يعملوها لأنه صاروا كل العالم مضطرة، لأنه كلنا بنخاف يعني. صح. عم ننزل على السوق أو نجيب غراض، عم يظهر من بيته. صحيح. اليوم سابين مين أي شرك أو أي بزنس تنصحي يروح على الإي كوميرس ويب سايت؟ كل شيء عنده فيزيكال برودكت، يعني ما في يكون سيرفيس عم ببيع اي كوميرس هذا الشيء ما بيناسبه. حتى ايفن يعني فيسبوك وانستغرام عملوا رول انه اذا انت ما عم بتبيع شيء عندك اياه فيزيكال برودكت ما فيك يكون تفتح فيسبوك شوب او انستا شوب. بس كمان يعني بدي اقول لشغله وبدي ركز على
عليها انه هلا اني صار عصر التطور مجبورة تكون اونلاين، وذر عم نحكي سوشيال ميديا او عم نحكي يكون عندك ويب سايت، وذر كنت عم بتبيع سيرفيس ولا مش سيرفيس، اذا فيزيكال ايتم وهيك you have to be present online. هيدا ما بقى فينا نهرب منها. سو ما في شركه معينه انه لا لازم تكون موجوده اي كوميرس ولا لا. هلا اكيد الاي كوميرس اكثر يفضل للشركات اللي عم بتبيع برودكت مش للسيرفيسز، لانه بالنهايه السيرفيس ما ضروري يكون اي كوميرس للواحد يشتريه من الويب سايت، بس انه كمان هلا اني مجبورين كلنا نكون موجودين اي كوميرس. اذا بدي احكي مصطفى شوي هيك الاعداد بلبنان، يعني اعداد الشركة اللي تحولت للاي كوميرس، عندك فكره واضحه قد ايه؟ كل الشركة اللي بعدها قادره واقفه على جريها صارت اونلاين، ما في اعطيك رقم، الكل تحول لاونلاين. انه كل حدا في عنده اي برودكت، خاصه بالانفجار بيروت اللي صار، كثير محلات تضررت، بس في عندها ستوك، هالستوك مضطر تحوله كله لتبيعه اونلاين لانه محلاتها تسكرت. نحن مضطرين نشتغل. هاللي بتقول للعالم نحن لو كل الازمات اللي عم نمر فيها طبعاً. بدنا نشتغل بالاخر العجله الاقتصاديه ما رح توقف، يعني مستحيل. بتمشي يمكن ببطء ولكن بدها تكفي، هي عم تمشي فينا ما عم تمشي بحدا تاني، نحن اللي عم نلعب هلا يعني عم بيتجرب فينا هلا. فعشان هيك كل حدا بعده موجود كله حول اونلاين، يعني حتى الاشياء اللي خاصه بالبنا، الاشياء اللي لازم تنزل تشوفيها على الارض صاروا عم بيصيروا اونلاين، يعني الاشياء ما كنت قبل تشوفيها عم تنباع اونلاين صارت هلا عم تصير موجوده. ايه الومنيوم وازاز وخشب كله تحول اونلاين، يعني عشان مش بقول لك انه مين صار اونلاين، كل حدا بعده عم يشتغل هو هلا اونلاين، بطل مسموح انه ما يكون اونلاين. كمان ما ننسى شغله انه لانه العالم ما بقى قادره تعمل انفستمنت بالاوفلاين تولز، والاوفلاين تولز شوي غاليه، سو بتضطر تشفت اونلاين لانه اونلاين بضل البادجت تبعها اكيد اقل من الاوفلاين. يعني مثل كانه عم نحكي تي في كوميرشال او عم نحكي اوتدور كامبين، يعني بيلبوردز وهيك، هلا اكيد هول مجبورين يكونوا متواجدين، بس العالم لانه الوضع الاقتصادي كثير اثر عليها صارت العالم they have to shift online لانه it's a cheap medium، وبالتالي عم تقدر توصل الرسالة يلي بدها اياها، وبعدها عم تقدر تعمل الانكم. هلا يمكن رح يفرق شوي لانه يعني بدي اقول لكم شيء، الناس اللي بتنزل بعدها على المحل خليني اقول وبتحب تشتري بايدها بعدها موجوده يعني، صح. ولكن في قسم منها راح على الاونلاين، يمكن رح يخف الانكم لجماعه البزنس اونلاين اول فتره، ولكن بعدين الناس بتتعود شوي شوي. انا قلت لك هيدا المستقبل اللي احنا رايحين له، يعني اول شيء كان الموضوع اجباري اضطرينا نصير نحن اونلاين، البلد سكر، بس هيدا الشيء نحن تحولنا له، يعني حتى لما حكينا انه التعليم اونلاين بعتقد حيضل موجود بمحل معين، صح. يعني ما انه حتى لو خلصنا من الكوفيد بس بيضل الاونلاين، بحضلها ثقافه الاونلاين صارت موجوده، حتكمل حتتطور، تغيرت اللايف ستايل تبعنا خلص، احنا معودين انه وي شفتد اونلاين، حياتنا صارت اونلاين كلها، يعني ايفن اذا بنكون قاعدين بين بعضنا بتلاقي كل العالم قاعد على تليفوناتها، ما بقى في هيومن انتراكشن، هيدي وصلنا لهالمرحله لانه بدنا نواكب عصر التطور اللي هي الانترنت. صحيح 100%. أنا بدي أشكركم مصطفى وسابين، نورتوني اليوم، كنت مرتاحة، أتلاني أمريكا. أهلا وسهلا فيكم، على رأيت برجع بلتقي معكم الأسبوع المقبل، ودايما ضمن آيلي مشاهدينا. صارت الساعة 10:30 ودايما بس يدق الجرس بهيدا الوقت، يعني خلص وقت برنامج صباح اليوم.